كل جسم مننا مختلف عن التاني في تفاعل الأحجار معاه، وده لأن كل بشرة وليها طبيعتها المختلفة عن التانية، وكل حجر له إحساس مختلف لما بتلمسيه. هديل، هو أنا ممكن أسألك سؤال؟ لا. إحنا ليه لابسين جوانتي وإنتي لأ؟ وإيه المشكلة يعني يا دينا؟ بس إنتي عشان أنا يا دينا لازم ألمس الحجر بإيديا عشان اقدر احسه. انت لسه قدامك شويه يا دينا على ما توصلي للي انا بتكلم فيه ده. طب اقول لك على حاجه؟ انت عارفه ان انا ممكن اعرف الحجر ده نوعه ايه ولونه ايه ومنين كمان من غير ما اشوفه لمجرد اني المسه؟ لا. ايه مش مصدقاني؟ لا طبعا. ايه الغباوه دي؟ طب هقول لك على حاجه. مش انت جايبه معاكي صندوق فيه احجار؟ انا اعرف نوع الاحجار اللي جواه؟ لا طبعا. خلاص هاتيه وانا هغمض عينيا بشرط اني هعرف كل حجر هتطلعيه في ايدي هو نوعه ايه. طب وبعدين؟ وبعدين لو غلطت في اي اسم السيشن ده فور فري ليكوا انتوا الاثنين. فاين. ولو احنا بقى اللي غلطنا هتدفعوا الدبل. لا بتهرجي. بهرج. لا ولا حاجه. اوكي. مش للدرجات دي يا ستي. سيبيها تعمل اللي هي عايزاه. اوعي تكوني شايفه. هاتي ايدك وريني بقى. ده حجر ابيض من سيوة. ده حجر من سينا اسود. جبتي منين الحجر ده يا قروبة؟ واخداه من عند جدتي. واضح. خلي بالك منه، ده غالي قوي. طب استني. خلاص؟ استنى. ده حجر من عندي. بلاش غش. لا ده انت فظيعه. هاتي. اصل الحكايه هي حب. لو حبينا الحجر هنقدر نحس بيه ونفهمه.
مش يلا يا جماعه نشتغل بقى، مش معقول رغي من الصبح. اوكي يلا. لازم تسندي ايدك على الترابيزه علشان ايدك ما تترعش. حاضر. السلام عليكم يا استاذ. وعليكم السلام يا راجل يا طيب. على فكره حاطه لك الكراتين بره، هتطلع بيه على مخزن الدرديري وتكلمني ضروري من هنا. حاضر. عامله ايه الحاجه دلوقتي؟ الحمد لله رب العالمين، بس امبارح الضغط عالي عليها قوي، وديناها للدكتور فحولنا على المستشفى، وادينا في انتظار الشفاء من عند ربنا ان شاء الله. ان شاء الله خير، انا هبقى اطلبها تطمن عليها، بس انت خلي بالك منها. حاضر. واخبار زينب والقمر بتاعتنا ايه؟ قديم طلعه عيني يا استاذه. يا راجل يا طيب، حد يبقى عنده بنت زي القمر زيها ويشتكي منها كده؟ قمر اللي ما يعرفش يا استاذه يقول ايه؟ عدس. ايوه عدس. عدس. عموما خلي بالك منها، دي زي القمر. قمر ايه يا استاذه؟ اهو دلعك فيها دوت، هو اللي مضيعني، هو اللي بيخليها تتبغدد عليا. خلاص هبقى اشد لك ودانها على خفيف لما اشوفها. متشكر يا استاذه، ربنا يخليكي لينا. يلا بقى نروح نشوف شغلنا ونجيب الظرف والفلوس والنبي يا عم محمد. حاضر. ما بنوزعش على الناس بضاعه ببلاش يا عم محمد. حاضر يا ست الكل، انا اول ما اوصل هناك هتصل بحضرتك على طول. ماشي. اول ما توصل تكلم. حاضر. وظرف الفلوس. حاضر. يلا مع السلامة. ربنا يخليكي لينا. ولينا. سلام عليكم. خسرة. الله يبارك فيك يا رب. الراجل ده يعرفني من وانا عندي سنتين. كان بيشتغل عند ابويا الله يرحمه. ومن ساعتها هو معايا على طول. عنده بنت فنانة تشكيلية هايلة. هي اللي بتعمل لي التصميمات دي. حلوة قوي. اسف. ازيك يا بيبي؟ انت فين؟ في الشغل. وانت؟ بص انا خلصت شغلي في الورشه وهطلع اقعد مع محسن شويه في المكتب، وبعد كده هبقى اروح البيت. لما تخلصي انت بقى كلميني. اوكي. اوكي يا حبيبي. باي. باي. لو قمت من على الكرسي يا مروان هتقعد 5 دقايق زيادة. أنا عايز مامي، أنا عايز مامي. مفيش مامي، اقعد على الكرسي ولما تقضي 5 دقايق وتبطل زن ممكن تيجي المامي وممكن نتكلم. ولد كده ممكن يتعب؟ لا ما تقلقيش، مروان طفل عنيد وانتي وباباه السبب، لان انتوا عودتوا له أي حاجة في الدنيا ممكن ياخدها عن طريق الزن. وأنا بصدع من العياط. وهو ذنبه إيه بس إن انتي بتصدعي؟ بصي يا ريهام، انا حاليا بغرس في دماغه فكره ان الزن عمره ما هيجيب نتيجه، بل بالعكس هيزود العقاب. اوكي يا ساره. انا عايزه افهمك حاجه، مخ اي طفل عباره عن هارد ديسك صغير، كل التصرفات وكلام اهله بيتخزن جوه وبيتصرف من خلاله. انا اللي بعمله دلوقتي ان انا بحاول اشيل كل المعلومات اللي في دماغه دي واغرس مكانها معلومات جديده، وده هياخد وقت، فما تقلقيش. سوري يا ساره، ما تضايقيش ان انا بسالك كتير. لا خالص ولا يهمك. هو فعلا ولد سكت فترة قليلة قوي، بس لما جابت نتيجة هايلة. ما تشكرينيش، ولسه هتشوفي نتيجة أحسن. المهم أنتي وبابا تعملوا كل اللي قلت لكم عليه. أكيد. يلا يا مروان تعالى. برافو شاطر يا مروان. ممكن أروح التواليت؟ تعالى أنا هودي. لا لا خليه، هو عارف. اتفضلي اشربي القهوه. ميرسي يا ساره. احنا كده خلاص خلصنا النهارده، نقدر نقعد براحتنا. لو عوزتي اي حاجه يا ريهام كلميني. ميرسي يا ساره. شكرا. هابي ايه ده؟ حبيبتي ايه ده؟ انتوا متفقين مع بعض ولا ايه؟ ماما انا وبابا جبنا لك حاجه صغننه. امال هو فين؟ جاي. حبيبي ميرسي يا مروان، هات بوسه. انت متفق مع مامتي؟ تعالى هات بوسه. ميرسي. هيجي امتى بابا؟ ايه ده؟ ميرسي يا ريهام. بابا بقى طنشك ومش جاي. لا طبعا ما يعملهاش. انا عارفه يا حبيبتي هو بيموت فيكي، بس هو غصب عنه واحد صاحبه عمل الحادثه وهو معاه في المستشفى. يا حرام. الله يا ماما حلوه قوي. مبروك عليك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي، بجد انا اتأثرت جدا. يا حبيبتي مبروك عليك، عجبتك؟ قوي بجد تحفه. مش هتعرفي ذوقي. ذوقك انت بس. لسه هديه بابا جايه صح؟ لا هي هديه واحده. لا مفيش هديه.
ميرسي يا ماما بجد ميرسي قوي. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو سو حبيبتي، هابي بيرثدي تو يو. الله حلو، ايه رايك يا ماما؟ هايل يجنن. حلو قوي. ها هو حلو؟ حلو. بس ممكن تفرجنا حاجه تانية؟ تحت امرك يا فندم. ايه راي سعادتك في ده؟ بس ده ما فيهوش فص يا هانم. يعجبها الخاتم الاول وبعد كده نركب له اي فص. على فكره يا عماد، مسيو ريمون الجوهرج الخاص بتاع العيله بتاعتنا من 15 سنه. 17 سنه يا هانم. سمعت ده بعمل كام؟ ده عامل 12000 جنيه من غير فص وب 12000 جنيه. 12000 جنيه مش خساره في جان، وبعدين كنوز الدنيا كلها ما تغلاش عليها. اه طبعا. طيب انا ممكن تفرجني حاجه تانية؟ تحت امر سعادتك يا فندم. انا كنت عايز حاجه. انا عايزه حاجه ايراد مقفول على بعضه. فيه موجود يا فندم سلت. الله ده حلو قوي، تحفه. ايه رايك؟ هايل تحفه. حلو. عامل كام ده؟ 48000 جنيه. مش كتير. انا عايزها سيلد. هو معاه الجرانتي بتاعه؟ طبعا يا هانم معاه الجرانتي بتاعه. تحت امرك يا هانم. تحفه يا مامي. حلوه قوي قوي. بعدين الشبكه هديه العريس للعروسه، والشبكه قاعده لكم في بيتكم ولا ايه؟ هيبقى هايل عليك. تحفه صح. ميرسي يا مامي. ميرسي. حلو قوي. بعمل اسبريسو تحديدا لنفسي. اتفضل. ميرسي. انت بتجيبي البينز بقى من فين؟ فرنسا. هجيب لك منها لازم، بس جربها الاول. اكيد طبعا. بتحبي فرنسا بقى يا هبه؟ اه بحبها قوي، ده غير ان كل شغلي هناك. انت اكيد بتحب فرنسا. انا بابا كان قنصل هناك، عشت معاه 5 سنين ورحت وانا عندي 12 سنه تقريبا. بس اقول لك على حاجه، انا بحب مصر اكتر من اي بلد في الدنيا. وانا برضو، بس بحب السفر قوي. على فكره الاسبريسو ده عظيم. ميرسي. الميل وصل البنك والتحويل وصل يا فندم. ماشي اوكي. اوكي انا كده هشوف الفيدباك ايه واقول لك. ماشي اوكي. ميرسي على الاسبريسو العظيم ده، ويا ريت تسمحي لي ان انا اعزمك مره على الاسبريسو. اوكي اوكي اكيد. اوكي ماشي. لا خليكي خلاص، والله انا عارف المكان. اوكي اوكي باي. ماشي باي. الو انت فين يا هيب؟ انا في الشركه يا بابا. مكتب. ربنا يخليه لك يا اختي وياخدك منا كمان وكمان. اسمعي، اتصلي دلوقتي بامك. اتصلي بيها على المحمول، عايزاكي دلوقتي حالا. يلا. ليه يا حاج؟ يا مش عارفه تتصل بالموبايل؟ موبايل. موبايل يا بنت، ما انت عارفه يا اختي ده ما بتعرفش حاجه. ماشي يا حاج. لا ايه ده، الواد عوض. الواد عوض السواق يخرب بيتك يا عوض. الواد راح بالعربيه فين؟ يا ده المره عيال ويسخف ويسخف. يا عوض يا عوض يا بابا. الله هيعطلني الواد ابن الكلب.
الحقيقه يا ايه انا مش مستني سي في ليكي، انا عارفك كويس قوي، بس انت سبتيهم ليه؟ لا مش انا سبتهم، هما اللي مشوني. يا سلام، بروديوسر برنامج يومي وناجح ويمشوكي كده بالسهوله دي؟ شريف انت بتتكلم كانك مش عارف حاجه، انت عارف كويس جدا ان سياسه القناه اتغيرت والاونر اتغير، وطبعا جاب توجيهات جديده انا اختلفت معاهم فيها فاتخانقت فمشوني. والله البلد كلها بقت حالها كده. بقول لك ايه؟ ايه للاسف انا ما عنديش ولا برنامج سياسي فاضي ملوش بروديوسر، بس عندي برنامج واحد بس اجتماعي اسمه قعده ستات. ما اظنش ان هو هيناسبك لان اللي بيشتغل سياسه ديلي ما بيعرفش يشتغل النوع ده من البرامج. طيب ما انا ما بقولش ان انا عايز اعمل برنامج سياسه بحت، يعني احنا ممكن تكون في فقره سياسيه، يعني ممكن نعمل سيجمنت جوه البرنامج. يعني فكره، بس مين اللي هيقدمها؟ اكيد راجل طبعا. ايوه مين يعني الموجود على الساحه دلوقتي ينفع يقدم حاجه زي كده؟ استني استني استني، كل الناس قالوا لي اتفرج على قعده الحلقه دي. لا هو انت واضح انك مش هتتلم الا لو قمت ضربتك بالجزمه. اتلم ايه يا استاذي انت يا حبي؟ ممكن نهدى شويه نهدى شويه. حبي ايه الراجل المنسون ده؟ ايه حبي اللي انت بتقولها دي؟ انت بتقول ايه دي؟ اخلاق سفره دي؟ اخلاق سفره؟ انا دلوقتي مش سفير، انا سافر مع عمالك السفر. فعلا زي ما بتقول. اه زي ما بقول سافر عشان خاطر السفر. حبي تاني؟ انا حاسس ان انا مش لو سمحت لو سمحت انا هوريه. حضرتك استاذ لو سمحت هات بس هديه عشان ملهاش ذنب، توريني توريني. انا هوريه. الراجل ده فظيع جدا، بس ده موت. انت مش عارف انا مين. انزل بصيني ده مجنون، بس تخيل الناس بتحبه رغم انه بيطلع قليل جدا. طب ايه رايك ان هو اللي يقدم البرنامج؟ انسي، انتوا مش عايزينه؟ احنا عرضنا عليه قبل كده بس هو رفض، ده بيجي ضيف العافيه. ايوه بس دي تبقى خبطه جامده جدا. طب ما تديني فرصه ان انا احاول اقابله واقنعه. طب بصي يا ايه، انا هعمل معاكي ديل. ها. لو قدرتي تجيبي الراجل ده وتشغليه معانا في البرنامج ده يبقى البرنامج ده ملكك وبتاعك. ايه رايك؟ تمام. لا مش تمام. ليه؟ لانك مش هتعرفي تجيبيه. الراجل ده ما بيرضاش يجي وما بيرضاش يشتغل مع حد، واحنا عرضنا عليه قبل كده كذا مره ورفض. وكان برنامج سياسي اسبوعي، فما بالك بقى لو جاي برنامج اجتماعي نسائي يومي؟ مستحيل. شريف هقول لك كلمه واحده بس. انتوا حاجه وانا حاجة. ماشي قدامك اسبوع. لا اسبوع ايه؟ انت بتقول لي صعب. مفيش غير اسبوع عشان عايز اطلع هوا بسرعة. يا جدعان حتة الحشيش دي هتعمل احلى شغل. على فكرة احنا مفيش مرة جدنا فيها حشيش وما قلتش كده. استنى بس استنى استنى بس ما نفهم احلى شغل ازاي يعني؟ احنا شغل هتشغل ترس العاطفيه والرومانسيه هتخليك كده تفتكر ايام الشقاوه تطير. يا عم تنيل شوف انا بقالي كام سنه بشرب حشيش، عمري ما شربت الحشيش عشان المواضيع دي. امال انت بتشرب ليه يا معلم؟ فضي دماغي انبسط ارفرف فطير. انتوا عارفين يا جماعه انا خايف، انا خايف يجي يوم كده ابص الاقيكم فجاه بطلتوا حشيش. يا ابني السيره دي ممكن تبقى كارثه والمصيبه. يا راجل حرام عليك، كارثه ايه؟ ده بدل ما تدعي لنا بكده. ده انا نفسي ابطل يا اخي. وتبطل ليه يا ابني؟ الله، هو احنا مش مدمنين اساسا، احنا بننبسط تفاريح. انا بحبه يا جدعان، بعشقه. ده تحفه. جميل يا اخي، الواحد اوقات وهو بيصلي بيبقى مش مركز كده ومش فايق. يا ابني مالي الحشيش ومال الصلاه واحنا بنشرب خمره؟ كل ما يذهب العقل يا عم. ايه ده، هو انت لما بتشرب حشيش عقلك بيذهب؟ انا بصراحه عقلي بيجي. مش هتيجي. مش هروح. مش هتيجي. لعلمك بقى الحشيش بيخليني مركز اكتر. صدقني انت بتبقى مسطول بس مش حاسس. مش مسطول يا عم. لا مسطول. مش مسطول. صدقني يا عم مسطول. خلاص يا جماعة بقول لك مش مسطول. طب على النعمة مسطول بس انت مش واخد بالك. خلاص يا عم، هو مش مسطول ولا انا مسطول يا عم طارق. طارق مين يا عم؟ انت مش قلت يا ابني انك فوزي؟ يا عم علاء النعمة فوزي. يا عم فوزي طارق، هو اسمه فوزي وبيدلعوا له يقولوا له يا طارق، يعني ممكن تقول له ايه؟ يا توزي على طول. او ممكن تقول له طارق بالتلاتة. الفقرية. صحيح يا سيف، انت عامل ايه مع مراتك؟ هو ده الفصلان بعينه. ليه يا ابني كده؟ ما السيره دي
انتوا متخانقين ولا ايه؟ احنا متخانقين ولا حاجه، سو زي ما تقول كده زهق. كلنا هذا الرجل، بس المفروض يعني يبقى يعني في كده بينكم اي مواضيع اشتباك، مش انتوا متجوزين ولا ايه؟ مفيش علاقه يعني؟ يا اما هي المواضيع جايه من دي اصلا؟ كل حاجه زي ما هي، كل مره زي ما احنا مع بعض زي ما هي، مفيش تغيير. خلاص بدل ما فيش تغيير يبقى اسحب شكري وانزل بابو تريك. يا عم جوزيه ده تهريج. ها تهريج؟ لا لا خلاص يا جدعان، احنا مش هنهرج. خلاص خلاص يا سيف مش هنهرج، احنا هنهزر. الله، الواحد رجع يجي 15 سنه رجع يتفرج على افلام سكس تاني. مراتي بتقعد تراقبني ساعات تقفش وساعات فكرتني بام ايام الثانويه العامه والله العظيم. اصل انا كده برضه بس ما تقفش كل مره. والله لا بتفرج على سكس؟ علي اعمل ايه بننفس؟ يا نهار ابيض. انت بتتفرج على سكس؟ انا احيانا من بعيد كده. طب انا كده هقفش عليكم انتوا الاثنين يا رجاله، يعني انت بتتفرج على سكس وانت بتتفرج على، قولوا لي قولوا لي، ده انا جايب لسه حاجه قشطه نيوزيلندي زبده. طب قولنا يا عم هتعمل ايه؟ فاصل ونعود ونشوف الزبده بقى. طب لف لف الف لف. حاضر اهو. الناحيه الثانيه الناحيه الثانيه. من ده عرفت ان الموضوع النهارده عن النكد او الزوجه النكديه. فواحد بيسالني بيقول لي ايه الموضوع بتاع النهارده؟ قلت له الزوجه النكديه. قال لي ايه؟ هو في زوجه مش نكديه؟ وبعدين قال لي طب ايه رايك صح في زوجه مش نكديه؟ عملتوا ايه؟ اختارت بس ما اشتريتش. على فكره خطوبه بنتك بعد اسبوع. ما هو ادى للسيخ ديبوزيت بس البي ما كانش معاه فلوس. ليه يعني؟ هي بكام؟ ب 62,000 جنيه. طب وجاب المبلغ ده ان شاء الله منين؟ انا ماليش دعوه هو يجيب المبلغ منين، انا ليا بنتي لما تحب حاجه تجي لها. طب وهي فين؟ وصلوني وراحت تقعد معاه شويه. عشان يتخانقوا مع بعض وتعمل زي اخوها. امجد هو اتخانق مع مراته تاني؟ ايوه وهو متنيل جوه. ليه؟ في ايه؟ قولي. عندك جوه اساليه. يا امجد امجد. ازيك يا ماما؟ ايه اللي حصل؟ فين مراتك وابنك؟ غورتها عند امها. ليه؟ العادي بتاعها، قلت ادبها وشتمتني. والسبب؟ ماما كبري دماغك يا حبيبي. قولي في ايه؟ انت السبب يا ماما، عشان كلمتيها وما سالتش على مامتها ولا كلمت مامتها اطمنتي عليها. طب ما احنا من اخر مشكله متفقين ان احنا هنقتصر عن بعض. انت بتقولي الكلام ده ليه؟ ما تقولي لها هي، هي قفلت من هنا وامك عملت، امك سوت، وامي وامك كترت في الكلام وشتمتكم. شتمتنا؟ كلم ابونا يكلم ابوها. بابا بعد اذنك، مفيش ابونا المره دي، بيقعد وما بيعملش اي حاجه، بترجع زي الاول، مفيش فايده. يا ابني اختك خطوبتها كمان اسبوع، مش عايزين فضايح، وراس السنه، انتوا ليه مصممين تنكدوا على ادم؟ هو عشان الفضايح يطلع عين امي؟ انما يطلع عين ابونا احنا عشان ما جايبك المنيله. هطلقها. هتطلقها؟ انت عبيط يالا، احنا في عندنا طلاق. خلاص يا بابا انا اسف، هننفصل، حلوه كده؟ هننفصل. وبعد يومين تيجي زي العيل وتقول لي عايز اشوف ابني، احسن جرى له، احسن حصل له، قرفتوني بقى. حاجه تقرف. ممكن افهم في ايه؟ كل ده علشان الشبكه؟ ده انت جان من فضلك. احنا مش متفقين يا عماد. انا قايل لك تفهمي مامتك قبل ما نروح ان احنا هنجيب حاجه في حدود 30,000 من 60. منين يا جان؟ مش فاهمه ماما ايه علاقتها بالموضوع ده. انا اللي اخترت والخاتم عجبني. منين ما انت عارفه؟ انت مش معاك بقيه فلوس القرض؟ ايوه بس ده عشان اوضب بيه شقه والفرح مش الشبكه. افهم يا عماد، انا عايزه اثبت لماما وبابا ان انت بجد بتحبني وعايزني وشاريني، وانا الطريقه دي هي اللي تناسبني. اولا انا مش هقعد اثبت لهم طول الوقت ان انا عايزك وبحبك وشريكي. ثانيا المهم انت عايزه ايه؟ انا عايزه كده، وعموما انا مش عايزه حاجه. جان. نعم. ادي انا هعمل لك اللي انت عايزاه. أنا مش عايزة حاجة، أنا عايزة أنزل، ممكن؟ مش هسيبك. هتعملي إيه بالليل؟ مالكش دعوة. هكلمك. لما تبقى تكلم مامتك الأول وتاخد منها الإذن تجيب الشبكة ولا لأ أبقى قولي. إيه علاقة أمي بالموضوع؟ محدش بيدفع لي حاجة يا جان. أنت فاهم قصدي كويس، ابعد بقى.
ايوه ماما. هي جنبك؟ انا لوحدي. يا ابني هو انت قليل، سايبها هي وامها يتنططوا عليك كده مش هينفع. ولو هي صيدلانيه انت محاسب قد الدنيا. وبعدين هو انت ضحكت عليهم في حاجه؟ ماما خلاص ارجوك. يا انا مش عايزاك طرطور. ماما بعد اذنك مش ناقص قرف. انا بس اللي بتشخد فيا. خلاص اشبع بيها. هناء بنتي. يا هناء. ايوه يا حاج. حضري الطبليه للحاج. طلعي صينيه المكرونه من الفرن وحضري الاكل، زمان الحاج جاي. حاضر يا حاج. صباح الفل يا ست الكل. صباح الفل يا حبيبتي، كتير في وقتك. خدي اشيل السكر. يا ماما بتاكلي بسموسه وعايزاني اسلك السكر. انت كمان هتنقي في اللقمه اللي انا باكلها يا بت. ما قلنا بلاش بت دي. اه ما انت عايزه تعلمينا نتكلم ازاي ونقول ايه يا مضروبه. يا حبيبتي انا اقدر. دي ما كانتش حتى جامعه امريكيه دخلناها لك. اه ما تقوليش كده، انا بنتك. يا الله. الحاج جه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. يا بنتي موقفه ليه عربيتك في وسط الشارع؟ وسط الشارع يا بابا. ما هو لو اتخبطت انا اللي بصلح. انت يا اختي بتفعي حاجه؟ ربنا يخليك ليا يا حاج. ربنا يخليك ليا يا حاج. هو فين الاكل؟ الاكل يا وليه. ها تعالي يا اختي تعالي. صلاه النبي. عندنا ترابيزه سفره، انا مش فاهمه الطبليه ليه. هو الحاج متعود على كده، احنا كمان هنقل مزاجه في الاكل. وبعدين انا شفت في برنامج معرفش اسمه ايه ان الاكل على الطبليه حلو للمعده، بيعمل ريسيكليشن كده. ريلاكسيشن يا ولية، ريلاكسيشن. الباقي ده قال وترابيزه هي الطبليه. يلا بقى تعالي تعالي يا اختي تعالي. افتحي نفسي يا بنت واقعدي تاكلي. بابا ماليش نفس. يا بنت بقول لك اقعدي. الله ما تقولي لها يا ولية. اقعدي يا اختي اقعدي. اللهم صل، اللهم ديمها نعمة، اللهم ديمها نعمة. خدي بقى دي، افتحي بقك. افتح بقه هي دي. افتح بقه يا بنت، بقولك افتح بقك مش عينك. ها يلا 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 يلا. الله. عامل ايه في الشغل؟ عبدك ابراهيم. كويس كويس يا بنت. قولي احمدي ربنا، احمدي ربنا، قولي الحمد لله. حد لاقي شغل دلوقتي؟ قولي الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. يا ولية ما تمد ما تشغلنا حاجه يا وليه، بدل اللي بيمطلوا تركي دول. ده مسلسل تركي وده جلب بالسوري، ده حريم السلطان. حريم السلطان. يا حريم السلطان يا حريم. شوفين يا وليه، فيلم عربي ابيض واسود، فيلم قديم من بتوعنا اللي على القناه الكاسكيكيكي ديت. يلا بدل حريم السلطان دول وغطانه. يلا يا وليه. حاضر يا حاج. حاضر يا حاج. يحضر لك الخير يا اختي. هو ده هو ده هو ده. يلا بقى تعالي اقعدي تعالي اقعدي بقى، افتحي نفسي. ما انا ليا نفسين، نفس ونفس. يلا يا جميل. يلا بسم الله. افتح بقك افتح بقك. اقعد هنا افتح بقك. يلا افتح بقك يا جميل. يا ولية افتح بقك مش مناخيرك. ايوه. يا ولية زلاطي زلاطي عشان تكبرها يا اختي وتلسلسي. يا جميل يا حلو انت. اي حاجة البنت جوه. بنت مين؟ افتح بقك افتح بقك. انا بحبك. البنت دخلت جوه خلاص. واحدة تانية، النبي واحدة واحدة تانية. كده هتغرب يا جميل. ما تبوظيش بقى. يلا اطفحي اطفحي. هلو ازيك؟ ازيك انت؟ ايه المزيكا الحلوة دي؟
انت فين؟ انا مع داد بنتغدى برا. ايه الصدفه دي؟ انا مع بابا وماما بنتغدى في الفيرمنت. انت فين بقى؟ احنا في مرض ستيك هاوس اكيد. طبعا طبعا اكيد. بقول لك انا بعتلك ميل فيه فيدباك لطيف قوي، الناس كلها بتشكرني اني دخلت البراند ده في الفروع عندي، فقلت اقول لك. يا زلاطي يا زلاطي عشان تكون انا في حاجه ولا ايه؟ لا ولا حاجه، هفتح شوف الايميل. ميرسي يا دولا. لا العفو على ايه، ميرسي ليك انت. بقول لك انت هتعملي ايه بالليل؟ بالليل؟ هابي نيو يير، النهارده راس السنه. طبعا طبعا، معزومه على هاوس بارتي عند واحد صاحب بابايا في المعادي. اوكي، انا كنت هقول لك تعالي نسهر مع بعض. لا مش هينفع، كل سنه وانت طيب. وانت طيب. باي. بعد عدد معين من السنين في لوف بتاع سارة. انت ما كلمتنيش ليه قبل ما تيجي؟ انت وصلت للمرحلة القذرة دي. مرحلة ايه يا هدين؟ انت اتجننتي؟ اتجننت؟ يا مراهق يا قذر. في ايه يا هدين؟ ما تلم لساني. وانت كنت دخلتي قفشاني مع واحدة؟ اوعى تكون فاكر ان انا مش حاسة انك مش عايزني. واذا كنت ما بتخنيش يا استاذ لان ما جاتلكش الفرصة. انت كل يوم بتنزل من نظر. يوه، انا زهقت من صوانت النكد اللي شغالة عمالة على بطال دي. يا شيخة بطالي نكد بقى، هتجيب لنا الفقر. انا برضو اللي هجيب الفقر، ولا اعمالك الوسخة دي قرف زبالة. يا غوري بقى. غلط. أعمل إيه؟ مين يجيب الرقم؟
ممكن سأل مش هخسر حاجة. ايوه علاء ازيك؟ صباح الفل يا آية، فينك يا بنتي؟ موجودة علاء بس مشغولة شوية. بقولك انا كنت عايزة منك خدمة. أؤمري يا أستاذ، أنا نفسي أساعدك في أي حاجة. ربنا يخليك يا حبيبي. بقولك انت تعرف تجيب لي نمرة حمزة البسوني؟ أصل أنا جبت له بتاع 5 6 أرقام مش عارفة أوصل له اللي مقفول واللي غلط. أنت بتضحك على إيه يا ابني؟ لأن حمزة البسيوني معوش موبايل، عنده رقم بيت بس. بيرد عليه بالعافية، ده بيبقى يوم أسود لما بيكون ضيف عندي في البرنامج. ماشي، هو يوم أسود فعلا. طب أنا عايزة رقم بيته. من عناية، دقيقتين وهبعتهولك على الموبايل. أو عايزة منه خدمة تانية. عايزة تعرفي عنه إيه؟ برافو عليك، أنت فاهم. عايزة أعرف كل حاجة. عايزة أعرف هشوفه إزاي ولا أقدر أقابله إزاي عشان عايزة أتكلم معاه. أنا ما أنصحكيش بكده لأنه رخم قوي في معاملته، بس على العموم إديني بس لغاية بالليل وهجيبلك معلومة. مرسي على ربنا يخليك ليا بجد. أنت تؤمري. وكل سنة وانت طيب يا سيدي. سنة سعيدة عليك يا رب، والسنة الجاية تكوني ماسكة أكبر برنامج في النايل سات كله. من بقك لباب السماء يا علي. يلا حبيبي ما تنساش بس صحيح اللي طلبته منك. هكلمك بالليل يا أستاذ. أوكي يعني. يلا باي باي. باي. جين تعملي ايه النهارده؟ مش عارفه بالظبط. ايوه يعني هتخرجي مع خطيبك ولا لا؟ لا يا سيدي متخانقين. برضو تصدق انك لسه اهو لعبتك ايه؟ برضو قولي انت برضو ادم مش هبقى معاك النهارده؟ عادي يعني يا جين، ايه الجديد؟ مصدومه ليه؟ مراس السنه اللي فات برضو كنا متخانقين. عندك حق، بس انا بجد ادم صعبان عليا. اللي انتوا بتعملوه ده ظالم الولد جدا. بقول لك ايه، دي بقت انسانه لا تطاق. معلش يا حبيبي معلش، استحمل شويه بقى. ما انا مستحمل اهو ومكبر دماغي كمان، اعمل ايه تاني؟ معلش بس بقول لك ايه. ايه يعني رغم اللي احنا فيه ده وزي بابا توتر ماما صح. انا ما نسيتش اختي الصغيره يا حبيبي. ميرسي يا امجد، كل سنه طيبه. وانت طيب. السنه الجايه كده تبقي ايه؟ شوف انت عايز تشوف اختك ايه. ادعي لي يا اخويا اطلع دكتوره. ايه بقى جايب ايه ده؟ ايه يا ابن الذين يا امجد، انت عارف ان الصليب ده عندي شبهه بالظبط؟ واحده صاحبتي كانت جايباهولي. دي مش صاحبتي، دي كانت اعز صحابي. وانا اللي فاكر ان جايب حاجه ما فيش منها. تعالى استنى استنى اوريه لك. يا ابن الذين، هو فين؟ اهو شبه بعض صح. انت عارف قصه الصليب ده ايه؟ ايه النهارده؟ ايه خميس يا جان؟ ايوه كام؟ 31. 31 31. قوم طب احكي لي. طيب لا قوم، عندي حاجه مهمه لازم اعملها. على فكره لولا الصليب بتاعك كان زمانك قاعده جنبي، فاحكي لي وخليكي حلوه. امجد انت بقيت رزل زي مراتك، وانت بقيتي قفيله. اطلع بره. اطلع بره. مش طالع. اطلع بره يا تقيل. اطلع. يا لهوي وحشتوني. مساء الخير. مين؟ معالي السفير استاذ حمزه البسيوني. انا لا عايز كروت ولا بتعامل مع بنوك ولا عايز اسمع عروض. لا حضرتك مش فاهمني، انا مش بكلمك عشان كده، انا كنت بكلمك عشان انا عايزاك الو الو. ده ايه ده بقى؟
قفل السكه ولا الخط قطع ولا ايه بالظبط؟ الرقم الذي وصله غير صحيح، يرجى التاكد من الرقم واعاده الحوار. الله ما هو بصراحه بقى كده ما ينفعش يا مدام، كل شهر خناقه وبعدين بيشتمها باهلها ليه؟ لو قعدنا نقول مين غلط ومين شتم الموضوع هيكبر اكتر. وبعدين ما هي شتمتني وشتمت ابوه، ما هو بيمد ايده عليه وانا بهدلته ومسحت بكرامته الارض وقلت له تحت اي مسمى ما يمدش ايده على مراته، بس برضه ده رد فعل طبيعي لاي راجل مراته تشتمه باهله. وبعدين امجد عصبي وحمقي وهي كمان. انا بعتب عليكم انكم فاتحين لها البيت على طول، مهما حصل قولوا لها ارجعي بيت جوزك وتفهمي في مشاكلك معاه لوحدك. ادم حبيبي، حبيب تيتا. ازيك يا مدام؟ اهلا. ازيك؟ بصي بقى يا مدام، ابنك ما ترباش اصلا، ما شافش تربيه، ان كل يوم يرجع لي البنت وهي متخانقه معاه، ده الجوازه الزفت دي. لو سمحت يا فهيم، مامه امجد جايه تصلح. لا ما انا سمعتها بتقول ما يفتح لهاش البيت، البيت ده بتاعي انا والبيت هيفضل مفتوح طول عمره الامال. يعني ايه كل يوم يضربها ويبهدلها؟ مش عايزاها تيجي عندي؟ ما هي غلطانه زي ما هو غلطان. وبعدين ايه الحل؟ احنا ما عندناش طلاق، وادم ايه ذنبه في ده كله؟ ماليش فيه. ما انت مالكش فيه، لان المفروض امان وامجد يقعدوا يحلوا مشاكلهم مع بعض. تعالي يا حبيبتي سلمي على ماما. اهلا. ازيك يا طنط؟ ازيك يا امال؟ حقك عليا اني ما سالتش عليكي. بقول لك ايه يا طنط، ابنك قليل الادب فوق الوصف، شتمني ومسخر بيا الارض وضربني. هو بيتنطط عليا ليه؟ فاكر نفسه حاجه؟ ليه هو مين اصلا؟ وكل شويه بابا وماما، بابا وماما مثقفين، هو انا يعني البيئه اللي جايبها من الشارع الزباله الوسخ اللي ملوش في المحترمين؟ امال انا مش عارفه اسمعك ومش عايزه اسمعك. وبعدين احنا لو قعدنا كلنا نتكلم مش هنخلص. ما انا ممكن اقول لك ازاي ترميه بالشبشب قدام ابنه وحاجات كتير. انا جاي اصلح الموضوع. حرام عليكم الولد، راس سنه وعيد، ليه تنكدوا عليه؟ انا مش عايز اشوف الولد ده خالص. لو سمحتي اي مشاكل بينك وبين ابني حليها معاه من لوحدك. بص يا مار، اي حاجه بينك وبينه تتصلح. قومي معاه، هاتي حاجتك وروحي معاه ونتقابل بالليل في الكنيسه. يلا. قاعد لوحدك ليه يا جميل؟ ماما فين؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا بابا؟ ماما يا ستي خدت امجد وراحت عند مامه امال، ربنا يستر. امال ما تقلقش، امال هترجع هترجع، باباها ما بيصرفش مليم. ما انت عارف ان امجد اللي شايل الليله، هو اللي بيصرف وبيفسح. قولي لي ناويه تعملي ايه النهارده؟ مفيش، انا هطلع اغير واروح الكنيسه اقابل صاحباتي هناك. وفين خطيبك؟ معرفش. شكلكم متخانقين، تلاقيه مستنتن ومش عايز يدفع ثمن الشبكه. بصراحه هو مستنتن، بس ما تقلقش هو هيجيبها هيجيبها، ما تخافش على بنتك. شفت؟ اهي جت يا بنتي. مساء الخير. مساء النور. قدوم يا حبيبي عمتي. طب هات بوشه بس. ازيك يا امان؟ اهلا يا عم. كل سنه وانت طيبه يا بنتي. وانت طيب. ازيك يا حبيبي؟ كل سنه وانت طيبه يا امال. وانت طيبه يا جاني. ربنا يهدي سركم يا بنتي. امين يا رب. قدومه انا جايبه لك سانتا كلوز هيعجبك موت. حبيب جده انت. اعملي حسابك ان عمك هيعزمني على العشاء بعد الكنيسه، تروحوا تغيروا وترجعوا بسرعه. ايه رايك؟ الله جميل. حلو. شوف امسك. الله. قول لها شكرا يا حبيبي. شكرا. حبيب عمته. ربنا يخليكي يا حبيبي. انا هقوم البس بقى عشان اروح الكنيسه. خطيبك هيعدي عليكي؟ هبقى اتكلم انا وانت يا ماما بعدين. باي باي. باي. Thank you.
كل سنة وانت طيبة يا قمر. وانت طيب يا مجنون. ايه مالك؟ مفيش صاحب نوم مصدقه ومش في المود. كنت حاسس كاس وين عظيم يظبط الاداء. لا 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 مش قادره. هاتي كاسين ويلا قوم البس عشان ما نتاخرش. متاخرش على ايه؟ احنا هنهرج على الحفله يا ساره. لا 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 انا هكبر. ايه العبط ده يا بنتي؟ انت كده هتبوظي الترتيب خالص. مش عارفه مش قادره. ايه الجو ده يا بنتي؟ سهره لطيفه وبعد الحفله نيجي عندي او عندك. جوك اللطيف بقى ومودك الرايق واول يوم في السنه بقى. انت مش هتعقل ابدا. لا لا انا مش هروح. عايز تروح روح لوحدك. يعني مش هتيجي؟ هروح لوحدي. انت بتهرج صح؟ قول انك بتهرج. يا ماما يا ماما انا فعلا مش ناقص. ماما ايه يا اخي؟ انت ازاي تدفع 60,000 جنيه في شبكة؟ ده انت واخد قرض عشان بقية توضيب الشقة ولسه هتتدبس في فرح. الناس اللي تدفع كده يكون معاها قد المبلغ ده 10 مرات. هتصرف يا ماما. هتتصرف منين؟ هو انا مش عارفة؟ ده انت نص مرتبك رايح في القرض. هعمل جمعية. وهتدفعها منين؟ هتتدبر. ممكن ابقى ادفعها من فلوس النقطة. وليه ده كله؟ ما تجيب اللي يناسب فلوسك. وهي كمان لازم تكون عارفة كده وما تضغطكش. لما احنا في الأول وبتعمل كده، أمال لما تتجوزها هتعمل إيه؟ هتبيع هدومك عشان تصرف عليها؟ بحبها. بحبها يا أمي. افهميني بقى. أنا عارفة إنك بتحبها، بس هي كمان لازم تكون بتحبك كده. بتحبني؟ أنا متأكد إنها بتحبني. متأكد؟ يا ماما جان كويسة، بس هي زي أي بنت نفسها تفرح. تفرح بكل حاجة. الواحدة اللي تحب فرحتها بتبقى على قد اللي معاها حبيبها وما بتفتريش عليه. فاهم حاجة؟ فاهم. فاهم يا أمي. أنا أبوك اتجوزني من غير شبكة أصلا علشان كنت عارفة قيمته. هي كمان لازم تبقى عارفة قيمتك. أنت غالي قوي يا عماد. وبعدين كفاية إنك بتحبها كده. هتتغير هتشوفي. هي مش فارقة معاها، بس أبوها وأمها. وهتفضل تحت رحمتهم؟ نتجوز بس وكل شيء هيتغير. ما تقلقيش. أنا مش قلقانة، أنا خايفة عليك يا عماد. وماله؟ حب. بقولك إيه؟ ما تعملش جمعية. أنا هديك اسورتين من اللي جوه، بيعهم وادفع الفرق. لا لا يا أمي، استحالة. استحالة إيه بس؟ وبعدين أنا مش محتاجاهم. ولو محتاجاه هو انا عندي اغلى منك يا عبيط. يلا حبيبي يلا عشان تقوم تجيب شبكتك. ربنا يخليكي ليا. كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة يا روحي. قولي لي يا روحي 35 برضو؟ ايوه يا اختي 35 برضو. تشوفي حد من العيال ولا لا؟ لا خالص، بس سمعت ان هديل اتجوزت. بجد؟ اه قابلت سيف من فترة في الشارع. ما اتغيرتيش يا جان. فعلا؟ اه. طب بقول لك ايه، ما تشوفي العيال فين ندور عليهم؟
عندك نمرهم؟ ما عنديش نمر حد خالص. انا بقالي فترة. انت مستنية حد ولا ايه؟ لا. هدايتك اهي ياكش يطمع ارسي حياتي. بصوا بقى قبل ما نرغي حد يكلم هدير، انا ما عنديش نمرتها. هو انا كمان ولا انا مش نمرتها؟ ما اعرفش عنها حاجه، حتى ما شفتهاش بالصدفه. يا خساره. مش ممكن تفتكروا هي؟ مستحيل. الجو جامد. مسخره. مش ممكن يعني. وانت يا يو قولي لي ايه اخبارك ومامتك عامله ايه؟ كويس الحمد لله، قاعده مع اخويا في دبي. مش اتجوز؟ لا بجد. قولي لي انت باباكي ومامتك واخوك عاملين ايه؟ تمام كويسين نشكر ربنا الحمد لله. اخوك اتجوز؟ اه يا بنتي ده عنده ادم دلوقتي 4 سنين. ما شاء الله. متجوز حته دين واحده مطلعه عينه، هي دي اللي علمته الادب. كان بتاع كريمه. هي ساره راحت فين؟ ساره انا هنا اهو. ايه الدوشه دي؟ هو مين كان بيخبط؟ ده المحول. ما دخلتهوش ليه يحتفل معانا بدلها دي؟ يا سفله. اه والله عندها حق. على الاقل يا اختي دل راجل ودل حتى بدل القعده الناشفه دي. ماليش بلا قرف. القعده دي احلى قعده، انا مبسوطه جدا، ده احلى اجمال في حياتي. عشان تعرفي بس ان احنا فاكرين مش ناسيين. طب حد يقول لي بقى كل واحده فيكم تقولي افتكرته ازاي؟ انا شخصيا مش فاكره اصلا افتكرت ازاي. طول عمري مش فاكره. محدش فينا يتكلم، لازم ندور على هدير، ما ينفعش كلنا نبقى مجتمعين وهي لا. انا جيت. قولي بقى بنت ايه؟ فجأة وحشتيني. حضني بقى معايا. ايه ده ما حضنوش بقى قد كده ولا ايه؟ انت يا بنتي انت كنت فين؟ فين حياتك انت؟ مفيش، عايشة. اتجوزت؟ ايوه. ما اتجوزت يبقى لازم في كآبة. طبعا يا حبيبتي في كآبة. شكلي مش كئيب ولا ايه؟ طيب قبل ما نرغي تحبوا تشربوا ايه؟ اي حاجه. اي حاجه دايزه في اي حاجه دي. لا بجد عندي شاي وعندي نسكافيه وعندي واين وعندي بيره. مين فيكم بيشرب؟ انا. بس ما ينفعش، انا راجعه سايقه مش طالعه. لا لا لا، واين خفيف جدا. هوصلك يا بنتي. انا هشرب. طيب يلا. اوكي انا حابه انقي. نقي يا حبيبتي، يا رب تجيب لنا حاجه عدله. انا ممكن يا سوء اخد بيره. والله وكبرني يا بنتي يا جيد. من امتى حبيبتي وانت بتشربي؟ فاكره يا واطيه مين اداني اول سيجاره في حياتي؟ انا. أيوة. ما هو انت كنت مزوغه من حصه الكيمستري. لا لا لا، كانت حصه المات. يا نسيت نسيت. ما شاء الله على الذاكره انتوا الاثنين، ده انا جالي زهايمر يا عيال. لو سمحتي بطلي نق. ليه كده؟ بطلي نق انا على الذاكره. واو سرسوره، ايه البراد التحفه ده؟ مفاجاه صح؟ بجد. اطلبي واتمني. هنشربينا ايه؟ هندوق كده شويه حاجات. تعالي هاتي كاسات من عندك. مسكينة قبل ما اشرب. تلحقتي على الريحة ولا ايه؟ بص يا ستي. ايه ده؟ ده براندي. عايزة ادوق. هتدوقي بس ما اعتقدش هينفعنا في القعدة دي. معلش عايزة ادوق. قولي لي ايه رأيك؟ جامد جامد قوي. لا بجد حلو. اوكي. ده ايه؟ فودكا طبعا. ما بحبهاش بس عايزه ادوق. دي هتبقى قويه قوي علينا. كفايه كفايه. تسكرك يا بيبي. هبه. حد يشربها سادة كده؟ سك. انا صح. سك كده. هتسكري يا حبيبتي. ده واين عارفه؟ واين. اوكي. طب وايه رايك في ده بقى؟ عشان ايه؟ ده اللي غالبا هنشربه. طبعا عايزه ادوق. اوكي. من غير كلام يعني.
واو ده اللي هنشربه. حياتي انتي ما بتتغيريش ابدا. ايه بنت الرجل الحلوه دي؟ طول عمرك قللت الادب. بصراحه رجلك طول عمرك عجباني. انتي اهلك ما عرفوش ربوكي على فكره. بموت في رجلك. انتي ما ربيتش على فكره. والله رجلك ناسي وربوك يا بنتي. يا بنت رجلك حلو. انا بمدح فيكي. ساره وهبه راحوا فين؟ روحوا اشتروا بيره ولا ايه؟ ساره يا ساره بتنادي بنفس الطريقه اللي كنت بتنادي بيها في الكلاس. فاكره؟ يا هبه يا هبه يا هبه يا هبه يا هبه ساره هبه ساره يلا يلا هاتي الوان طبعا ساره يلا بينا ساره استنيني بسرعه استنيني بس بقى بطلوا دوشه يلا احنا الصراحه بنستهبل قوي اتاخرنا عليهم كده ساره جايه ساره ايه الدوشه دي ولا ايه يا بنتي هاتي مفيش عيب عليكي نسكر ايه بس هي اصرت تدوق من كل الازايز اللي عندي بصوا انا لو حصل لي حاجه هرجع مع اي حد فيكم ما تخافيش انا هسألك ماشي يا جماعه خلاص بقى ما تقلقوش انا هوصلكم ليه هو انت ما بتشربيش نو انا ماليش في الكحول بجد برافو عليكي مبسوطه مني يا انت طول عمري يا لالا وحزينه لا 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 معلش انا مش مصدقاكي ثانيه واحده يعني ولا حتى كاس واحد امال هببتي ايه يوم فرح انت مش هتبطلي بقى قله الادب دي وتحترمي سنك لا خلصه لا من الواضح ان كلنا بنتميز باباحه شديده يا جماعه انا بشرب حشيش الله اكبر نهارك اسود انت بجد بتحششي انا فاكراكي محترمه بعدين جوزك يعرف حاجه عن الكارثه اللي بتعمليها دي ما هو اللي علمني بجد بجد طب قولي لي هادين هادين قولي بعد كده ما بتتروقوا وجسمكم يسيب وعضلاتكم تسيب مفيش تمارين رياضيه سد مد بننكد على بعض يا ساتر هو ده جديد على فكره طب يا روحي بقى حس كده انا محضره لك مفاجاه بنت لذينه يا رب يطلع اللي في بالي يا رب ايه اللي في بالك ده ايه الواجب بقى ده والنبي انت بالذات بلاش نق انا اسكتي وبلاش نق بطلي نق استني بس يا بنت بطلي نق مفاجاه يا بنت اللذينه واو جايبه الستاف ده منين عيب عليكي بقى البتاع ده كان ابويا بيشربه من زمان فكرتيني بابوكي عامل يخف هو مش عيان اصلا كويس زي ما هو بعد الشر عنه الف الف انا ولا تلف انت لا انا حل اوكي لا من الواضح ان كلنا اتغيرنا بس غالبا للأسوأ ولا ايه؟ اول نص ساعة خمرة وحشيش وكلها ربع ساعة يدخل علينا البوكس بظهره ويلمنا كلنا اداب حلو قوي الكونسيلر اللي انت حاطاه جايباه منين يا عروبة؟ ده فرنساوي انا اللي ببيعه في مصر ايه ده يا بنتي لسه غابة ميك اب خليني انت بس الشركة وانا هظبطك اوكي اوعي يا بنتي يكون مضروب وتحرق لنا وشنا الله يرحم تحرق لنا وشنا ايام اللونة جوز الهند والروج بتاع امك البوبا اللي كان بيتسرق كل يوم ما كانتش جوز الهند كانت فراوله عشان نحمر حاجه كده ايوه هي ما لقتش اصلا حلتها غيره عشان اسرق منها حاجه كاسي وخدي معلش بقى ما لقتش بيره لا ولا يهمك بقى ما رضيتش احرجك انا في بيتك وكده انت ما عندكيش ولاعه يا بنتي لا للاسف ما عنديش استني ايه البوليس لم الحشيش بسرعه استنى ما حدش يشرب لازم نقول تشيرز الاول اوكي وانا هروح فين انا بالبتاع ده حطي الجوينت وقولي تشيرز عادي ينفع عادي يو اما ما حدش بوظ اللحظه لا 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 لحظه مهمه جدا بص من 20 سنه عملنا نفس الوعد ده وعد منيل من 20 سنه خمره وحشيش مش عارفين اللي هيحصل يا رب اخلص من التشيرز اللي علق دراعي تشيرز انا بجد مبسوطه قوي يا جماعه كل سنه وانتي طيبه يا سو وانتي طيبه يا روحي البتاع ده طعمه حلو قوي شفتي والبتاع ده طعمه احلى شفتي طب يلا بقى كل واحده فيكم تفتكر عملت ايه من ساعه ما سيبنا بعض لغايه دلوقتي احسن حاجه قلتيها النهارده استني قبل ما نعمل كده بقى شغل شويه مزيكا يا سلام هلا ساره طول عمرها صاحبه مزاج مش زيك بطاطس يا كفتس صدقي بقالي كتير قوي ما سمعتش يا كفتس دي تاخدي نفس؟ لا يلا
الامور اللي بيغني ده؟ يا حماره، ده راجل عراقي اسمه الهام المفعلي. اسمعي وتنزلي. بقالي سنتين بسمعه ومش قادره افهمه ولا حد، واخر الاغنيه بصدع هقوم قافلاها اخف عشان ما بتفهميش. صدقيني ما تسمعيوش. ايه يا جماعه ده؟ في ايه؟ محدش شاف الموبايل بتاعي؟ لا انت ما طلعتيش بيه هنا على فكره. ايه القلق ده؟ كان معاكي وانت معايا في العربيه. تلاقي البوي فريند بتاعها بيتكلمها وما بتردش عليك يا بيانا. اه يا جماعه هبه لسه فايقه تمام. عيب عليكي، بس المصيبه سكرانه ومش قادره اقوم اجيبه. طب هاتي المفتاح انا هنزل اجيبه. اتفضلي. خلاص بقى كبري. ولازم حاجه مهمه قوي يعني الموبايل؟ اه مهم. بصي ده اوبن وده كلوز. وده كلوز وده اوبن. فايقه ايه؟ طيب انا جايه معاكي. خليكي يا حبيبتي. لا 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 خلاص روحي معاكي. طب يلا يلا. اوعى حد يحكي حاجه لغايه ما نيجي. ايوه راحه فين انت يا هبله انت؟ راجعه راجعه ما تتاخريش بسرعه. استني استني اقفل الجاكيت عشان ما برقتش. اصل حاجه وقعت. ايه اللي وقع منك؟ دوري عليه. مش عارفه مش لاقيها. مش فاهمه انا محفظتي. هتشيلي محفظتك ليه؟ ما اعرفش يمكن. افتحي. دي عربيه مين دي؟ عربيتك يا بنتي افتحي. طب يلا سوقي. طب افتحي. دي مش عربيتي. عربيتك معلش يا حبيبتي. افتحي افتحي حقك عليا. افتحي. سرقاها انا. سرقاها. سرقاها وسرق الجزمه. يلا يا حبيبتي يلا افتحي. المفتاح. مبسوطه؟ يلا بقى يا برده. احنا جايين. ها لقيتيه؟ هو ايه ده؟ تليفونك. اه اه صح انت صح. فين هو؟ مش في عندك كده؟ مش موجود في اي حته. لقيتيه ولا لا؟ اهو. شاطرة. فاكراه. برافو عليك. هو ده بتاعي. اه ايوه. اقفلي بقى الباب بتاع العربية. هو ده تليفوني. اه جزمة مين دي؟ اقفلي عربيتك كويس. ما قفلتها. انت هتعملي زي دي بتاعتي انا دي ولا حد سرقها؟ انت اكيد سرقها. مش مقتنعة انها جزمتك. اعمل لك ايه طيب؟ يا حبيبتي جابوا لي جزمة في راس السنة. او احسن من مفيش. ايه ده تليفون؟ واحد اسمه علاء. مين علاء ده؟ مش عارف. ايوه ايوه يا استاذ انا مش عارف اوصل لحمزه البسيوني. ربنا يسهل ونعرف اي حاجه. اه جربي انت تكلميه. طيب هجرب انا بس برضو هستنى تليفونك ما تنساش. ماشي يا استاذه من عيني. حاضر ماشي يلا باي. باي يا علاء. باي باي. مش عارف يكلمني. مين علاء ده؟ فاكراه انا. فاكراه حاسه اني اعرفه سمعت صوته قبل كده. قولي لي قولي لي ايه هو انت ما ارتبطتيش لحد دلوقتي؟ يا ساتر يا رب على الكلام اللي ملوش اي لازمه في معنى ده. لازمه في معنى؟ اه يا حبيبتي يا بنتي. اه ليه يا حبيبتي ليه؟ مش عايزه ترتبطي ليه؟ حد اصلا يتجوز واحده بتشتغل الشغلانه اللي ملهاش اول من اخر اصلا دي. اه بس اكيد مش هتفضلي كده يعني. يعني دي مش جزمتي. بجد بجد انت لازم تتجوزي تحبي وتتجوزي. ما الاقي واحد عبيط بقى يرضى بقى يستحمل الشغلانه اللي انا بشتغلها. يستحمل عبط من الشغلانه. عبط بقى يسيبها كده. انسانه بنيله بنيله عليك وعلى اللي جابوك يا شيخه. عليك انت وعلى سنينك السودا. يا شيخه روحي والله ما هتعدي السنه دي الا لما اطلعك واستريح منك. في 60 داهيه. انت فاكرني هخاف ولا هزعل؟ مساء الخير. مساء النور. دي سنه بيضه وزي الفل. اه والله انا وانتوا طيبين. ده ما حدش عبر له. يا نهار ابيض زلزال. شفتي الراجل تحول ازاي؟ بقى كيوت فجأة. كل سنة بيضة عليكم قال كده؟ كل سنة وانت طيب. هو ده بقى الجواز اللي انت عايز تتجوزي؟ لا لا مش عايزة اتجوز انا بالشكل ده خالص. لا انت فكري تتجوزي بشكل افضل. البنات راحوا فين؟ ما تجوش. اتأخروا. اتأخروا ايه؟ احنا اللي سايبينهم. تعالي يا هبلة. احنا سايبينهم؟ اه احنا سايبينهم. لا ازاي نسيبهم لوحدهم؟ انت مالك اتأثرتي فجأة كده ليه؟ عادي عادي هم عارفين ان احنا نازلين. وما سألوش علينا؟ لا دي احنا اللي هنفضل. طب الجزمة مين دي بقى؟ احنا اللي سألنا هو في جزمة مين؟ الموضوع ده مهم جدا. يا صلاة النبي. بسم الله ما شاء الله. انتوا بيتوا بره ولا ايه؟ لا واحنا طالعين لقينا واحد ومراته عمالين يتخانقوا. عمال يقول لها هطلعك هطلعك وانا عمال اقول له حرام حرام. ايوه ايوه ده الاستاذ انور ومراته جيراننا كل يوم يقول لها هطلقك هطلقك وما بيطلقهاش ما بيعملش اي حاجه في الاخر.
لقيتيه؟ اه لقيت التليفون. ها مين هيبتدي بقى يحكي؟ انت اللي هتبتدي تحكي، مش انت صاحبه الفكره؟ لا انا اخر واحده. الله، مش انت اللي عايزه كده يا ستي؟ انا عايزه اخر واحده. خلاص خلاص، وانا اللي هبتدي. عايزين تعرفوا من امتى؟ من يوم ما كنت عندي هنا يوم عيد ميلادي. رحت البيت لقيت ابويا الحاج سالني كنت فين، قلت له كنت في الدرس. سالني عملت ايه، قلت له يا حاج لو قلت لك عملت ايه انت هتعرف. انا مش هعرف. انا هقعد اسمع قصه حياتها 20 سنه يوم يوم؟ لا صعب، هتشل. مش ده طلبكم يا بنتي؟ لخص لخص، يعمل لنا ملخصات. فاكره زمان كنت في الامتحانات بتعمل لنا كده ملخصات صغننه؟ مش ملخصات، اسمها برشام. ايوه برشام صغن. ثانيه واحده بقى، البنت دي في امتحان من الامتحانات، تخيلي كان امتحان ماث ولا كان ايه، كانت قاعده قدامي او ورايا حاجه كده وماسكه برشام. دخل علينا المراقب راح ترمي البرشام عندي. الوطية الحقيره المنحطه الجزمه. كان اولى ثانوي صح؟ وانت قلتي له عيب يا مستر ما تبصيش عليا. البنت دي ما بتخشش امتحان غير لما تفتح زراير القميص من فوق عشان تروق اسمه ايه اللي كان بيقف المراقب. ايوه، وهو يطنش. اعمل لهم ايه؟ شعب مريض جدا ما بيفكرش غير في الجنس. بنتي يا ساره. ايوه الظاهر ان كل الرجاله كده. ايوه طبعا يا حبيبتي كل الرجاله كده، ما بيفكروش بمخهم. امال بيفكروا بايه؟ يو بس يا جماعه بقى، انتوا توهتوا الموضوع ايه؟ اتفضلي يلا كملي احكي. ايه الجو ده؟ لا مش هحكي، حطي لي كاس تاني. يا ستي انا هحط لك الكاس التاني. هو ده؟ اه. خدي خلصت. احكي بقى وخلصيني. احكي. اوكي. احنا اخر حاجه نعرفها عن بعض هي ثانويه عامه، مش كده؟ كده صح. استنى يلا. بعد كده درست جامعه امريكيه بيزنس، واتخرجت واشتغلت في كذا شركه بس ما اتبسطتش. بعدين سافرت فرنسا وجبت براند ميك اب من هناك، ورجعت مصر وفتحت شركه وبقيت وكيله ليهم. بس اهم حاجه اني بصنع برفيومز وبصدرها. انا برفيومر. ايه ده الله، انت لسه بتحبي الورد؟ طبعا، وعندي مشاتل. طب انا عايزه اجرب. انا جايبه لك اصلا. ايه ده ميرسي. ازاي مامتك وباباكي؟ زي ما هما للاسف. طب مالك بتقولي يا الاندريش؟ يعني انت تعرفي بابا من امتى؟ مش من 20 سنه؟ أه؟ هو لم يتطور. ربنا يخليهم لك يا بنتي. انا جايبه لك برفان على فكره. ميرسي حبيبتي. ابوكي ده راجل عصامي جدا على فكره. صح. وايه اخبار الحب بقى؟ لا ما فكرش في الحاجات دي خالص، مركزه في شغلي وبس. ازاي بس يا عسل؟ لا انا ابتديت اقلق منها. ما تقلقيش منها، تعالي انت بس جنبي وكملي لنا الحكايه اللي مش هتخلص النهارده. مش هتخلص حكايتها. انا هحكي. لا انا هحكي. يوه خلاص بقى احكي. بصوا يا جماعه، بعد ما خلصت دراستي في كليه اعلام اشتغلت اكتر من شغلانه في كذا قناه. اشتغلت مساعد اخراج ومساعد انتاج لغايه ما بقيت بروديوسر برنامج الخبر اليوم. واو. بس عايز اقول لكم انها سبت الشغل وبدور على شغل تاني دلوقتي. حبيبتي ركبي نفسين. الله، ما انت بتشربي. الله، طب وايه يعني؟ الله 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 الله. خلاص خدي. خلاص هاتي يا ساتر. حلو قوي. انت جوزك اللي علمك الله؟ هو انا عندي حد بيعلمني حاجه غيره؟ سيف طول عمره صايح، والبنت دي طول عمرها ماشيه وراه. بس اللي انا مستغرباه بجد، انتوا ازاي اتجوزتوا؟ والله ولا انا عمري تخيلت ان انا ممكن اتجوزه. دخلت اداب انجلش وهو خلص تجاره. كنا اصحاب بجد. بقول لك يا ساره، ما تغيري المزيكا دي. ايه القرف اللي انا فيه؟ ايه ده؟ الله الله، مش بتكلم في موضوع مهم. معلش يا سكره، عايزه تسمعي ايه يا روحي؟ اي مزيكا تانية. اه بليز، اي حاجه حلوه غير ده. حاضر، ولو انكم متعبين قوي. الله السنك الغريب. لا ده مش عارف. واحد اتصل بيهم هما الاثنين في نفس الوقت بس معاه خطين. Thank you.
احنا هنا؟ ايوه هنا. ده بعيد قوي. محدش يزقني، محدش يزقني. تعالي جنب، تعالي جنب، تعالي. انا مهلك بقى، مش مفيد. انا قابله الكسر. ايه ده؟ هلو. رقصت رقص. نعم. انت فين؟ تعبين قوي. عند ساره صاحبتي. ساره مين؟ ساره بتاعت زمان؟ لا لا. وايه اللي فكركم ببعض يعني دلوقتي؟ فراغ. انت هترجعي امتى؟ بوبا يا بوبا يا مجازمة بوبا. انت مالك؟ بنت بتاعت الميك. احنا بنتكلم من اول المكالمة كويس، ما تخلينيش اقفش عليكي. اقفش. اخلصي. هترجعي امتى؟ لما اخلص. بصي انا قدامي ساعة وهرجع البيت، نفسي ارجع ما الاقيش. هتشوفي هديل هعمل فيك ايه؟ باي سيف. هديل بقولك. نعم. خلي بالك من نفسك. تحبي اجاختك؟ ثانك يو. ارتاح. باي. كلمي مين يا موزة الموزز؟ انت مالك يا جزمة الجزم؟ سيف. ايه ده، هو فين صحيح؟ انا ما شفتوش قبل كده. الله يخرب بيتك، انت مالك يا سيف؟ مع اصحابه اتخانقنا قبل ما ننزل. ايه ده الخناق والنكد ده؟ اتخانقتوا ليه؟ قفشته بيتفرج على فيلم بورن. وماله؟ الراجل بيعمل تريننج عشان يجدد. بيها ايه يعني؟ عايزه كنت تقعدي تتفرجي معاه طبعا يعني. لا، هدير طول عمرها ما بتحبش الكلام ده. لو سمحتوا يا جماعه، انا ما بحبش اتكلم في الموضوع. خلاص. ما تزعلي. انا فاهماكي. خلاص. الدولة، وانتوا لما اتجوزتوا كنتوا كل يوم تعملوا اسئله اولى ابتدائي؟ اي بنت مخطوبه بتتخيل ان بعد الجواز هتبقى الحياه ورده، كل يوم وشقلبازات بقى ودلع وكده. لكن لا، اقدر اقول لكم بعد سنتين جواز احنا ممكن نعمل كده مثلا مرتين في الشهر. ايه؟ بس انا كنت فاكره ان الحياه هتبقى احسن من كده. قبل الجواز كانت احلى. ايه؟ علاقه؟ علاقه؟ هو كان في علاقه قبل الجواز اصلا؟ ما انا ما كنتش فاشله. يا نهار ابيض، ومين عامل فيك كده يا دين؟ ايه يا عبيطه انت كمان؟ سيف طبعا، امال هيتجوزني ليه؟ برضك الحمد لله انه اتجوزك. ليه ان شاء الله؟ هو كان ممكن ما يتجوزنيش. عارفين يا بنات، وانا صغيره ماما كانت مفهماني ان الكلام ده قله ادب. بجد كانت مفهماني كمان ان الولد والبنت لو باسوا بعض يجيبوا عيال. تخيلوا، انا فضلت كده فاهمه الموضوع ده لحد الجامعه. الجامعه كل الامهات بتقول نفس الكلام ده، لدرجه ان انا خلاص هخلف من بقي. انا امي كانت تقولي لو حد مسك ايدك هتخلفي. ده احنا اكثر تطور وتمدن. طب وانت يا جان؟ ايه بتعملي ايه مع الخطيب؟ مين؟ يعني عماد. بصي، على ما اعتقد يعني تذكر كده تقريبا بسني، او على ما تتذكر يعني كانت فرنش ولا بس فورتك يعني. لا طبعا انا ما بسيبوش يعيش اللحظه كده يعني، ما بسيبوش يتطور معايا قوي كده. ايه ده تليفوني فين؟ بيرن ده صح؟ تليفوني. تليفوني الفضول ده. ايه؟ لا اي علاء. وصلك رقم بيته؟ وصلني الرقم. قفل السكه في وشك طبعا. لا 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 لا، قفل السكه. انت بتقول ايه يا ابني؟ انا اصلا ما كلمتوش. يا ايه، الراجل ده مجنون. ما علينا، المهم هاتي ورقه وقلم علشان اديكي العنوان. حاضر. ايه بقى ورقه وقلم دي؟ ايه الطلب الغريب ده؟ في ورقه وقلم في البيت ده ولا ايه؟ مفيش حد. طب بقولك ايه يا عماد، ما تبعت لي العنوان دوت SMS، ويعني لو في تفاصيل بقى، بيصحى الساعه كام، بيروح فين،
يعني ابعتها لي كلها ممكن؟ اوكي ميرسي. باي يا علاء. يعني ايه؟ هو ايه اللي يعني ايه دي؟ انت نسيتي الانجليزي؟ ماسترز. رحت انجلترا درست شهادة ماسترز في سلوك الانساني وخدت كذا دبلومة كمان في عقلية الطفل. يعني انت دكتورة؟ لا انا طبعا مش دكتورة. ايه ده؟ انا مش فاهمة حاجة. ولا انا. اوكي. يعني البيبي من يوم ما يتولد لحد ما يبقى في سن المراهقة انا دارسة ازاي اعالجه. بحلله مشاكله سواء في السلوك او في الحياة. يعني شو... انت فاتحه عياده؟ لا يا حبيبي انا مش فاتحه عياده يا حبيبتي، انا عندي بيج على الفيسبوك والموضوع كده بيمشي بالعلاقات. انت بتعملي تشات معايا اهو. تشات مع العيال الصغيره بقى، تشات ازاي يعني؟ لا يا زفت انت وهي، انا بروح لهم بيتهم بعالجهم، بعمل السيشنز بتاعتهم في البيئه بتاعتهم، كل واحد على حسب مشكلته. تروحي لهم بيتهم؟ بس شغلانه غريبه جدا. هي غريبه. بس ممتعه. احلى حاجه فيها لما تشوفي سلوك الطفل بيتغير قدامك تفرحي قوي. عمرك حبيت يا ساره؟ لا بس صاحبت كتير. نعم. ما اقدرش اعيش من غير ساره. بنقضي وقت لطيف، بنشرب مع بعض، نتفرج على فيلم، نقل ادبنا شويه، مفيش مانع. بس ما حبيتش، لسه ما لقيتش راجل اصدق. انا عايزه ارجع القرف. استنوا شويه. استنوا شويه. الو انت فين؟ موجود. ما رحتيش الكنيسه ليه؟ انا عند ساره صاحبتي. هتخلصي امتى؟ انت مالك؟ انا اشتريت الشبكه. خدت الاذن الاول؟ جان مش كفايه بقى؟ ماشي يا عم. هتخلصي امتى مع اصحابك؟ شويه. تسال ليه؟ الساعه 12 لازم نكون مع بعض. بص يا عماد، بحبك ومش هقدر ما اكونش معاكي. طيب خلاص، فوت عليا عند ساره صاحبتي، بس تعالى من غير عربيه، انا مش عايزه اسوق. العنوان فين؟ هبعتهولك في مسج. اوكي يلا باي. باي. ده خطيبك؟ ايوه. بتكلمي ميري كده ليه؟ عادي يعني. هو انت ليه صحيح ما حكيتيش حاجه عنه خالص؟ هو مين؟ اللي هو انت؟ عماد. هو عماد. بصي يا ستي، عماد محاسب في بنك. وايه كمان؟ هو اجمل حاجه فيه انه بيحبني. وانتي ايه يعني؟ ايه؟ بص يا دو، مش مهم قوي تاخدي واحد انتي بتحبيه، المهم هو يكون بيحبك قوي. ايه الفلسفه الزباله بجد؟ انا وجهه نظري كده، المهم ان انا مرتاحه، هو مبسوط جدا، بيعملي كل اللي انا عايزاه. ما تغيرتيش يا جان. ما انا عارفه. انا عندي هموت. في ايه؟ الصف ده جايبه من هولندا يا دي. اكيد. لا والله. سيف لو كان هنا كان حابب. بس هو طول عمره فقري. ونكدي. اخي نطفي الشمع. يلا بقى. لا ايه؟ استنوا، كل واحد لازم يتمنى امنيه قبل ما نطفي الشمع. وبعدين بقى ايه العطله دي؟ انا عارفه. يلا غمضوا عينيكوا الاول. لا 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 هرجع. لا خلاص هنقول. استنى استنوا بس ما ولعتش الاول. اولع اولع. طيب اولع وبعدين نتمنى زي ما احنا عايزين. يلا ها. لازم تتمني وانت واقفه. نغمض. غمضي. بمناسبه
عيد ميلاد مين؟ سارة. 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 أنا. سارة. يا رب يا رب يا رب يا رب. إيه؟ 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 يا لهوي. عادي بس عادي عادي بقى. سارة لا بجد. سارة ربنا يكون معاكي ويرشدك للصح. ونفضل على طول صحاب. ايه يا اختي انت؟ ايه؟ فاكره نفسك في الكنيسه هنا؟ احترمي نفسك يا زباله. احترمي مين يا عم؟ قللت الادب قوي. اللي بطليها دي. يلا تاخدي نفس؟ لا. حياتي. شوف ما بتقولش لا. احنا ما لحقناش نغني ولا نعمل اي حاجه. منين يا بابا اللي انت بتعمليه ده؟ الفستان الفستان ايه جوه جوه يمين في الحمام. لا ده شمال ده شمال. جوه يمين. ايه القرف ده؟ ايه ده؟ يا بنت اللذينة مشيت هبه من زمان. انا راكنة عربيتي انا. تاني البت دي انت راكنه فين؟ انا ايه راكنه فين؟ اه صحيح استنى بنت ساره فين؟ انا اهو شرف. انا راكنه هناك. لا ده بعيد. الله انتوا بتقولوا اي كلام على فكره. يعني احنا عمرنا قلنا كلام مهم. بقول لك ايه الله يخرب بيتك انت بجد قعدتي تقولي لنا وين خفيف. طب هو خفيف على فكره. اخف حاجه عندي. انت تفصى جدا. تولتي امنا. انت كويسه؟ انا تمام. هي كويسه. انت كمان؟ ما وعدكيش بصراحه. ما انت يلا بقى ولا انتوا ليلتكوا ايه بالظبط؟ هنعمل ايه؟ صح يلا. يلا. خدي هاتي فرقتي. يلا. اي بحبك قوي. نفسي مفيش حد. احنا متعودين نسهر مع بعض كل سنه في الجاليري. مش ممكن كنت اسيبك. انا اسف يا هديل. حقك عليا ما تزعليش. انا مخنوقه. انا كمان مخنوق. انت كمان مخنوق. تيجي ندور لنا على حد يفك خناقتنا؟ هنلاقي؟ لا. وحشتني. انتي وحشتيني اكتر. الو. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. شكلك تعبانة، هكلمك بعدين. تعبانة قوي. طب يلا باي دلوقتي. باي. Thank you.
صباح الخير. صباح الخير سنة سعيدة على حضرتك أستاذ حمزة. إزيك؟ إزيك؟ أنت إيه؟ لا حضرتك أنا اسمي آية، بس في ناس بتنطقها غلط، هي بتتكتب كده بس بينطقوها غلط. أنا اسمي آية. أنا جاي أعرض على حضرتك بصراحة فكرة حلوة جدا. أنا بشتغل بروديوسر في قناة النهار وعندي فكرة برنامج حلوة قوي 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 والله قوي. لا ما ينفعش واحد سياسي يعمل اللي حضرتك بتعمله، وبعدين انا بنت ازاي تمشي وتسيبني؟ لما تبقي بنت مش همشي واسيبك. صمايل اللي انت لابساها الصبح ده وايه شعرك ده؟ انا لا سياسي ولا دبلوماسي ولا نيله. يعني ايه البس سواريه وانا جايه ماشيه الصبح في التراك؟ وبعدين انا ما نمتش من امبارح عشان اتكلم مع حضرتك. اسمعني واعرف انا عايزاك في ايه. انا لما احب اتكلم في اي حاجه في اي برنامج انا اللي بطلبهم اقول لهم. اه بس انا جايبه لحضرتك فكره برنامج حلوه جدا والموضوع حلو، فيعني بيتهيألي ان الصح يعني انك تسمعني. سيبي لي نمرتك، اكتبي لي نمرتك في ورقه وانا هتصل بيكي. ايه ده بجد؟ لا يعني حضرتك موافق؟ طبعا طبعا. مش معقول بجد، حضرتك ذوق جدا. ميرسي. ذوق. اه بس انا معيش ورقه وقلم. اه 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 معايا كروت، معايا كارت. احسن. اه كارتي اهو. تمام تمام. امتى بقى؟ النهارده. ايوه يعني الساعه كام؟ الساعة 5. 5 ايه الصبح يعني ولا 5 المغرب ولا؟ لا طبيعي 5 المغرب مش 5 الصبح. تمام 5 المغرب صح. حضرتك اصلا ما نمتش من امبارح ولا حضرتك؟ طيب الساعة 5 اوكي. هستنى تليفون حضرتك. تمام. هتعجبني الفكرة جدا ان شاء الله. الساعة 5. باي باي. اي مع السلامة. ميرسي لحضرتك. ميرسي قوي. ميرسي. أنا ما بحبش اللي يقتحموني كده. علم زبالة. آية قال. صباح الخير. صباح النور يا رانيا. عندك إيه النهاردة؟ عندي ميتنج للإنتر ماركتينج بتاع الشركة دي، اللوجو بتاع هالتينال. مش هما المفروض كانوا يسلمونا ده لحد اللي فات؟ أنا بجد مش فاهمة الناس دي. انا لدرجه ان انا بعت لهم ميل بستعجلهم فيه وحضرت ورقي وكل حاجه واخد مصطفى واروح اشوف ايه الموضوع. الناس دي مش ملتزمه، احنا لازم نغير الكونتراكت اللي معاهم. لا ما ينفعش، مش دي مشكلتنا خالص دلوقتي. احنا مشكلتنا ان احنا ناخد التصميم بتاعنا، هو ده المهم. سيبيني انا اتصرف معاهم. طيب اوكي اوكي. هاي جايان. صباح النور. كل سنه وانت طيب. طيبه. غريبة، كنت حاسة انك مش هتيجي النهاردة. ليه يعني؟ عادي قلت يعني بتبارتي امبارح وكده فهتسهري ومش هتعرفي تيجي. ما انا سهرت فعلا. رحت فين؟ رحت عند صاحباتي وسهرنا وروحت على الساعة 2 نمت. اه قشطة. انا برضه امبارح كان عندي حفلة مع الباند بتاعي، قعدنا نلعب مزيكا لغاية الفجر كده، فقلت لو روحت ونمت مش هعرف اجي، فطبقت وجيت. انت غريب يا مصطفى بجد، اللي يشوفك ما يقولش عليك دكتور. انت الصبح حاجه وبالليل حاجه تانية خالص. بص ما هو ده التميز، انت ازاي تعملي الحاجه اللي بتحبيها وفي نفس الوقت تعيشي كويس. يعني لان اللي انت بتحبيه دايما مش بيجيب فلوس، بس يعني بيعمل فرق في الحياه. ماشي يا عم الفيلسوف، نشوف شغلنا بقى. يلا انا حضرت الورق. اوكي تمام. طيب قشطه، انا هروح لهم. انا خليك انت. ما ينفعش، انا لازم ابقى موجوده، انا لازم اشوف ايه سبب التاخير. التصميمات دي لازم تبقى عندي بالكتير بكره. يا ستي خليك انت، انا هروح. انا خليني اخلصوا التصميم هغتت عليه وهرزل يعني واحتمال اشتم وحاجات كده، فخليك ما تسمعيش الحاجات دي. متاكد جان؟ ها الموضوع انتهى. اوكي ماشي اشتغل بيس. تبارك. سلام. باي باي باي. اه صحيت من بدري. انا في الشركة. انتي فين؟ انا زيك بالظبط في الشركة برضو. تلاقي البلاوي التانية لسه نايمين. اكيد جان هكلمك تاني. طيب كلميني علشان ضروري عايزة اشوفك. ماشي هاخد الويتنج اللي معايا وارجع اكلمك. طيب اوكي يا حبيبتي يلا. الو. بونجور. بونجور. بصي بقى باختصار شديد قوي، انتي هتقبلي دعوتي على الغدا النهاردة وانا هعدي عليك الساعة 3. المفروض اقول ايه؟ انا واضح ومحدد جدا في كلامي. وافرض عندي شغل. لا. هو قال لي لا.
انا قررت ان اكون مقدام السنه دي، واي حاجه نفسي اعملها اكيد هقدر اعملها، فمن فضلك خليني ادي قراري. عاملة ايه النهاردة؟ أنا تمام كويسة. رجعتي تاني؟ لا 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 لا، أنا رجعت امبارح بقيت كويسة وفقت. هو أنتي لسه صاحية ولا ايه؟ أيوة. طب هتعملي ايه بقى النهاردة؟ عندي كذا مشوار كده وعلى بليل هبقى فاضية. سارة مين اللي بينده عليكي ده يا حلوة؟ يو وانتي مالك انتي؟ أيوة يا عاصم أنا هنا. عاصم مين بقى؟ مالكيش دعوة يا حشرية. يلا هكلمك على بالليل عشان أشوفك، ممكن نتقابل. انا فاضيه كلميني في اي وقت. اوكي بس ما قلتيش عاصم مين. يا ستي مالكيش دعوه، انت غلسه قوي. باي. ها يومك عامل ازاي النهارده؟ عندي كذا مشوار كده وعلى بالليل هشوف واحده صاحبتي. وانت؟ انا كمان عندي كام حاجه كده اخلصهم ونبقى نتكلم. اوكي نتكلم. باي باي. باي. صباح الخير. صباح النور. انت يومك عامل ازاي النهارده يا هانم؟ مفيش، عندي مشوار وبعد كده هطلع على الجاليري. مشوار ايه ده؟ الدكتور. مشوار ايه؟ الدكتور. تاني يا هديل؟ تاني؟ هو تضيع وقت وخلاص؟ هتروح تعملي ايه؟ ما التحاليل دي عملناها 100 مره وبنسمع نفس الكلام نفس الكلام. انتوا الاثنين كويسين بس ربنا مش عايز يديكوا عيال دلوقتي. ربنا مش عايز. هقول لك ايه بس؟ استغفر الله العظيم يا رب. انت عايزني اعمل ايه؟ انا مش عايز حاجه. انت حره تروحي ما تروحيش مع نفسك. وبعدين انت عايز ربنا يدينا عيال ازاي واحنا عايشين زي الاخوات مع بعض في البيت؟ بالمراسله؟ لا بالشاتنج على النت. اه ده احنا هنفوق على بعض على الصبح. بقول لك ايه، انا غير في داهيه. مع الف سلامه. شفت بقى وانا ما عيطتش تاني؟ وانا فرحانه قوي ان انت ما عيطتش تاني يا مروان. هو انا كنت بعيط ليه؟ مش مهم، المهم ان انت لما تبقى عايز حاجه او مش عايز حاجه تقول من غير عياط، تقول اللي انت حاسس بيه وخلاص. هي دي حاجه غلط؟ لا مش حاجه غلط، بس انت لما بتبقى بتعيط محدش بيفهم انت عايز تقول ايه. هو هما الكبار بيعيطوا ليه؟ بيعيطوا لما يكونوا متضايقين. عايزين يلعبوا كده يعني؟ اه بيكونوا عايزين يلعبوا كده. يلا يا مروان يا حبيبي عشان نروح. مروان برافو يا مروان. ايه الاخبار؟ كويس قوي طبعا. اهم حاجه ان انت تفضلي تتكلمي معاه دايما بهدوء وتفهميه كل حاجه وتشرحيها له. انا بتكلم معاه. بالمناسبه كنت عايزه اسالك، هو انت ليه خليتي المقابله عند والدك مش عندي ولا عندك؟ فضلت النهارده ان هو يكون موجود في بيئه مختلفه، وكنت حابه برضو ان هو يكون موجود في بيئه مفتوحه فيها خضره وميه وشمس وهواء، هيتبسط ويرتاح. ساره انت بجد شاطره قوي. ميرسي. ميرسي قوي، ده حساب الفتره اللي فاتت. ميرسي قوي. ميرسي. ولو عوزتي اي حاجه كلميني على طول. اكيد. شو باي باي. باي. يلا يا مروان. باي مروان. باي باي. الو ساره. ايوه مين معايا؟ انا حسام السويفي، انا جبت رقم تليفونك من على الويب بيج بتاعتك
ويا ريت اشوفك ضروري لان بنتي عندها مشكله. اوكي مفيش مشكله، حضرتك تحب امتى؟ يا ريت لو فاضيه تشرفيني دلوقتي. اوكي على طول. باي. كتر خيرك يا حاج وتعمل خير على طول. ها انا مطيطه تتصل بشركه السياحه وما تنساش تاخد الباسبورتات بتوع زملائك. معايا من زمان يا حاج، هم ما صدقوا واول ما عرفوا ان هم طالعين ما بطلوش يدعوا لك، والنبي بيدعوا لك يا حاج. ايه ده؟ مصطفى طاهر عماد عبد الحميد احمد فرغلي؟ مالهم؟ الله، حضرتك حاطط اساميهم ودول طلعوا عمر السنه اللي فاتت يا حاج. وانت مال اهلك يا حاج؟ مال اهلك؟ ما اقول لك ما تتدخلش في اللي انت مالكش فيه. مال عارف ان هما طلعوا، بس واحد امه ماتت والتاني ابوه، فيطلعوا يا بني ادم، يطلعوا رحمة بابوهم وامهم. ها وبعدين ما جتش الا على احمد. خليه يطلع عشان ما يبصلهمش يا حمار. ربنا يخليك لينا يا حاج ويطول عمرك وتعمل خير على طول. طب اعمل انت بقى فيا خير وغور من قدامي. والنبي هيحصل وهمش يا حاج بعد اذنك. تنساش ايه؟ السياح. طيب حاضر، شركة السياح هتصل بيهم والنبي اعتبره حصل يا حاج. سلام عليكم. ازيك يا حاج؟ اهلا وسهلا، ازيك انت يا حاج؟ بقول لك ايه يا حبيبي، انت تبعت لي الفلوس لا تبعت لي بضاعة ولا سبونسر. سبونسر يا حاج؟ لا سبونسر ولا دياولو، ابعت لي انت بس الفلوس. ها يا سيدي سيبني انا هتصرف. يلا مع السلامه. انا جيت يا حاج، عايزني في حاجه؟ اصطبري يا حبيبتي، اصطبري يا حنونه. ايه يا حاج مالك؟ عرفان من الشغلانه ديت. انت لازم تستريح شويه يا حاج. لازم اشتغل، احنا لازم اطلع انا وامك نشم هوا في مرسى مطروح. ما تروحي بس يا حاج، ما تروحوا تلفوا الدنيا. الف الدنيا يا بنتي، انا كبيرة ما الفش سجاره، ويمكن اجيب حد كمان يلفها لي. انا ما اسيبش مصر ابدا مهما حصل. وانا بقول لك روح حارب، انا بقول لك روح اتبسط يا حاج. مالكيش دعوه بيا، انا هنبسط زي ما انا عايز انا وامك. ماشي امضي هنا. ده اللي حمدي عليه يا بنتي يا واعية. طبعا ابوكي طبعا واعي، مش انت اللي مربيني؟ ده عقد فيلا جبتها لك في التجمع في كامباوند بشيء وشويات. كامباوند يا حاج؟ كامباوند كامبوديا ما يهمش. المهم يا بنت، يجي اللي هيجوزك يفهم ان انتي مش محتاجة لأي حاجة. ربنا يخليك لي يا حاج، بس موضوع الجواز ده لسه شوية في عينك يا هبة يا بنتي. انا عايز اشوف احفادي. طولت العمر لك يا حاج. انا مديكي فترة فكر فيها كويس قوي، وإلا انا حاكشن. يعني ايه حاكشن؟ يعني تمضي يا حبيبتي. ماشي. ريحت؟ شنطة؟ ما تسبقنيش وانت ماشي جنبي، ما ينفعش على فكرة. اتفضلي، انت شايفة أصلا الشنط ماشي قد إيه؟ ما علينا. لبخة. ما تفتح. حاضر ثواني، فتح عندك. فتح فين؟ خليني واقفة في الشارع، اتفضل. بجد انا زهقت، غير الزباله. ايه القرف اللي انت راكبه ده؟ انا عايز اعرف امتى انت هتغير الزباله دي؟ بجد انا مش ممكن اركبها تاني. ما تقلقيش، كله هيتباع اصلا بعد الجواز. لما اجيب بدله ب 4000 جنيه وقميص ب 700 جنيه يبقى في ايه يا عماد؟ دي خطوبتنا على فكره. يا ماما حرام كده اوفر، انا لسه اصلا ما جبتش بقيه الحاجات دي. ما اسمه دوتي يعني؟ لا دوتي ولا بوتي يا جان، بقول لك كتير، انا دفعت
انت عارف انا دافع فوق كام؟ انت ما بتبصش في المرايه بجد؟ ما بتشوفش نفسك قبل ما تعرفني وبعد ما عرفتني شكلك بقى عامل ازاي؟ جن انا ما انكرش ان انا بعد ما عرفتك اختلفت احلويت بس بقى عشان بحبك مش عشان شويه الماركات الماركات اللي في مضروبه بالحاجات دي على فكره مضروبه؟ اي حاجه براند ليها قيمتها احسن من التقليد اللي كنت بتلبسه صح؟ تقليد؟ اه تمام انا في جريد 8 عندها 12 سنه وبنت زي القمر انا مش بقول كده عشان هي بنتي بس هي ذكيه جدا وعندها تفكيرها الخاص لازم تقتنع بالحاجه عشان تعملها بقالي اسبوع كده ملاحظ ان هي مش مظبطه ومتغيره ترجع من المدرسه تقعد في اوضتها ما بتكلمش حد ما بتاكلش امبارح رحت سالت في المدرسه عرفت ان هي متغيره كمان في المدرسه وفهمت ان التغير ده كله عشان جالها البيريد وهي معقده من رؤيه الدم وإيه اللي مخليها متعقدة من الدم؟ أنا كانت مع مامتها لما عملت حادثة وشافتها لما ماتت في المستشفى من ساعتها وهي تقدرش تشوف دم خالص أنا آسفة بجد لا ولا يهمك كان عارفة؟ شور طيب المفروض في المدرسة يتكلموا معاها في حاجة زي كده، ازاي ما خدتش الكلام ده في البيولوجي مثلا؟ أنا سألتهم هم فعلا اتكلموا معاها في البيولوجي في الحكاية دي، بس بتهيألي المدرسة مش كفاية لازم حد في البيت يتكلم معاها. وأنا حاولت بس هي مش متقبلة مني أي كلام في الموضوع ده. أكيد. أكيد هي محتاجة مامتها في موضوع زي ده. لما دخلت على الإنترنت وعملت سيرش لقيت إن أنتِ ممكن تساعديني في حاجة زي دي. ما عنديش أي مشكلة. بس موضوع زي ده هياخد وقت لازم انا وهي نبقى اصحاب الاول وانا ما عنديش مشاكل انا المهم بنتي تبقى كويسه اوكي وهي فين دلوقتي ساعه ما رجعت من المدرسه ولا في اوضتها طب كلمني عنها ايه هواياتها بتحب تعمل ايه انا بتحب الميوزك بتعزف بيانو اليومين دول ما بتعملش اي حاجه غير انها بتقعد تعزف لان مامتها كانت بتعزف كويس وكانت بتعلمها وبعد ما مامتها توفت جبت لحد يعلمها لا بس كنت ناوي بصراحة هي أصلا بتعزف من غير ما تقرأ نوتة عموماً دي حاجة كويسة أنا ممكن أعلمها قراية نوتة أنا دارسة موسيقى أساساً وبعرف أقرأ نوتة كويس ما تخافش مش هلخبط لها معلوماتها دي هتبقى فرصة كويسة إن إحنا نتكلم ونقرب لبعض أكتر ونبقى أصحاب أنا شايفة إن المشكلة عند هنا إنها عندها كذا مشكلة مش مشكلة واحدة يمكن أبسطها موضوع البيريد لكن المشكلة الأساسية هي موضوع خوفها أو قلقها من الدم لأن دي حاجة تعالي يا هنا تعالي يا حبيبتي عاملة ايه؟ مش سلمي على طنط سارة؟ ايه ده؟ طنط ايه؟ لا سارة بس هاي هانا انا سارة باباكي كلمني عشان اعلمك قراية نوتة على البيانو بس انا مش عايزة اقرا نوتة ولا عايزة حد يعلمني بس انا عايزة اسمعك باباكي قال لي ان انت بتعزفي كويس قوي يمكن اتعلم منك حاجة بس انا مش عايزة اوكي عارفة هانا؟ أنا اتعلمت إن لازم أجرب كل حاجة الأول، بعد كده أحكم، يمكن أتبسط ويمكن لأ. وأنا عايزة أسمعك. ما يمكن تكوني ما بتعرفيش تعزفي أساساً وباباكي مش عارف يحدد وتطلعي أي كلام. أنا بعزف كويس. أوكي، عموماً هنشوف. إيه يا حبيبتي؟ رايحة فين؟ رايحة اتولد. أنا عايزة نمرة المدرسة بتاعتها عشان محتاجة أسألها على شوية حاجات. شور. بص يا سارة سوري إن أنا هتكلم كده بس هي رافضة إن هي تحط الباد. سيمبلي عشان هي ما تعرفش. وأنت عرفت كده من المدرسة؟ آه. أوكي. عموما مش مشكلة. أنا هبدأ معاها من بكرة. على فكرة بابا حجز ترابيزة لعشرين فرد وشوف انت حابب تجيب مين معاك ولا ايه بالظبط اوجي انا ولا بلاش ولا ايه
بعدين مش كنت عملت خطوبة عليها القيمة بدل الترابيزة والجو ده؟ احنا متفقين ان في ريسبشن، وبعدين احنا متفقين كمان ان الفرح بينا في النص، مش كده؟ خلاص يا ستي، ولو مفيش فرح ولا خطوبة، المهم ان احنا مع بعض. يعني ايه ما اعملش فرح؟ طبعا هعمل فرح، وفرح كبير جدا كمان. اكيد طبعا. احنا هنلبس الدبل في البيت، وابونا هيجي يصلي على الدبل، وبعدين هنطلع نتعشى في اي مكان. ثانية واحدة. ايه؟ احنا هنعمل جبانيوت صح؟ لا. لا ليه؟ بابا مش عايز. او يعني ايه مش عايز؟ وليه مش عايز؟ انا مش فاهمك، انت بتدور على مشكلة دلوقتي ولا ايه بالظبط؟ الجبانيوت دي حاجة رسمي لوجودنا مع بعض. بابا ليه وجهة نظر في الموضوع ده؟ اه عشان ما تحسبش عليك خطوبة. ايه التخلف ده؟ في ايه يا عماد؟ ايه التخلف دي؟ في حدود في الكلام بيننا على فكرة. تمام تمام. أنا واثق، أنا واثق إن الراجل ده هيجيب من الآخر. ايوه يعني الراجل ده اسمه ايه؟ كلمات الشاعر. اسمه كلمات الشاعر؟ ده اسمه ولا وظيفه يا عم الحاج؟ الاثنين يا نجم. ابوه الله يرحمه كان اسمه الشاعر، كان راجل معفن، كان اكبر حرامي كلمات في السوق. ايوه يا عم الحاج. طب انت جايب لنا ابنه ليه؟ عدم اللي مؤاخذه يعني. لا واحنا ناقصين سرقه؟ ابنه حاجه تانيه يا نجم. ابنه موهوب بجد. ايوه. طب وده هيتكتب اسمه ازاي على الالبوم؟ هيتكتب ازاي؟ الأغنية اسم الأغنية، اسم الملحن كلمات الشاعر، كلمات الشاعر. أهلاً. السلام عليكم. أهل. يا حضرات. أهلاً بأكبر مبدع في مصر، بالموهوب بجد. أقدم لك النجم عربي حمادة، النجم الفحل. أهلاً. باختصار كده يا عربي، أنا رشحت لك أكبر مبدع وموهوب بجد عشان يعمل لك أغنية مفخخة، أغنية تكسر الدنيا. ربنا يخليك لينا. أسيبكم كده تحطوا أغنية كده وتألفوا أغنية زي الفل كده عظيمة وأجيلكوا تاني. سلام. مع السلامة يا حجيب. ها قول لنا بقى يا اسطى إيه اللي عندك؟ عندي حاجات كتير، تحب تسمع إيه؟ بص بقول لك ايه، سيبك من الحاجات الكتير والكلام الهاكس ده كله، انا عايز اسمع حاجه كده فيها موضوع. انا عندي كلمات ذهبيه، كلمات قعدت اكتب فيها 3 سنين الاغنيه دي. هي دي اللي انا عايزها. محدش سمعها قبلك قبل كده خالص. الاغنيه دي اسمها الحب الحقيقي بجد. الله، حلو الاسم قوي. بس معلش يعني ممكن نغيره عشان خاطر الفنان محمد فؤاد ما يزعلش مني، انت عارف يعني احنا في الوصف. ويزعل ليه بقى؟ هو كان محمد فؤاد اشتغل حب كله لوحده ولا ايه؟ طب بس هدي اعضائك، ما تزعلش قوي كده. انت قول وانا هسمع. هسمعك وامري لله. ما طلعتش لحد ابدا. الله عليك. الحب الحقيقي اللي بجد بيعيش يا حبيبي بجد، بيعلمنا نسامح بجد، بينسينا امبارح بجد، بيعلمنا نفكر دايما بجد في ايامنا اللي جايه بجد الجد. بص بقى، سيبك من الجد اللي انت عمال تقوله ده، انت عندك كل حاجه جد جد كده، مفيش حاجه هزار. وانا حاسس ان الاغنيه دي ملمسه شويه مع فوقش. بالعكس، دي ملهاش دعوه بجد. طب بقول لك ايه، انا عايز اسمع حاجه تانية بس بجد. طب انا عندي اغنيه فوتو ستوب. يعني ايه؟ يعني أغنية كده متصورة من تلقاء نفسها كده. طب قول. أغنية دي يا سيدي اسمها يا بتوع الهنكلايز. يا بتوع الهنكلايز؟ الله عليك، هو ده. قول يا نب. اسمع يا سيدي، أنا قلبي تملي محشي يا بتوع الهنكلايز. أيوه. والحب في قلبي يمشي يا بتوع الهنكلايز. يا بتوع الهنكلايز. ايوه اديني كمان. قول. الفرح هنكلايز. ايوه. الحب هنكلايز. الفرح هنكلايز والحب هنكلايز. ها. الشوق هنكلايز. ايوه. كله في الهنكلايز. يا هنكلايز. قول يا نجم قول.
مش كنا قعدنا في اي حته بره بدل قعده البيت دي؟ مالها قعده البيت؟ انا بحبها جدا لعلمك. تحبيها؟ عندك شيشه؟ ما بحبهاش. انت عمرك ما شربتي شيشه خالص؟ بتصدعني وبتدوخني وبتقلب لي بطني. يا سلام، يعني خمره وحشيش وسجاير ودي ايه؟ ما تعلي صوتك اكتر، بابا قاعد في الفيلا اللي جنبنا لسه ما سمعناش اهو. طب ايه الزهق ده بقى؟ شفتي الجوانتي لون ال يا سلام على الشيك والقلاقه. طب ايه، هنفضل قاعدين كده ولا ايه بقى يعني؟ تيجي نعمل بوب كورن؟ عندك لبان بيطرقع؟ لا عندي سماره. قومي يا خفه. قومي يلا. ها قولي، اخبار يومك ايه؟ انا يا ستي يوم النهارده كان زفت. ستي يا رب. ليه كده؟ يعني شويه مشاكل في الشغل. طب احكي لي. احكي لي ايه بس انت كمان؟ الله، خلاص انت حر. انا عن نفسي يومي كان لطيف جدا. ده على اساس ان انت بتحرقي دمي مثلا؟ ما تحكي بقى، خلصي. مفيش، في راجل لازم يقدم البرنامج اللي هعمله، وانا اصلا مش عارفه اقابله ومش راضي يقابلني. خلاص طز فيه، شوفي واحد تاني. ما ينفعش. عامله دي يا ستي مع القناه ان انا لو ما عرفتش ان انا اقنعه يقدم البرنامج يبقى مش هيتعاقدوا معايا اصلا. النهارده قابلته الصبح بالعافيه. قال لي هكلمك واديته رقم تليفوني، للاسف طبعا ما اتكلمش. عايزه افهمك كمان ان هو معهوش موبايل، ما بردش على تليفون بيته. انت حظك نحس. صح. اسمه ايه الراجل ده؟ اسمه حمزه البسيوني. بتهزري؟ اسمه حمزه البسيوني. حمزه البسيوني؟ بتاع نادي اليابس السفير؟ ده صاحب بابايا جدا. بتهزري؟ بتتكلمي بجد؟ والله. لا يا شيخ، هبقى اخليه يكلموني. ايه هبقى اخليه؟ لا حبيبتي كلميه دلوقتي. لا هو لما يروح اخليه يكلموني. لا كلميه دلوقتي، مش معاكي تليفون؟ انت بتسرمعي على ايه؟ مش باباكي معاكي تليفون؟ ما تكلميه. الله عشان خاطري. لغة ربنا. عجبك. فنانة. الو. ايوه يا بابا. ايه يا حبيبتي؟ بقول لك ايه، عايزه اطلب منك خدمه. انت بكلماني عشان كده بس؟ قولي يا ستي. حمزه البسيوني صاحبك. ايه يا صاحبتي بتشتغل في قناه وعايزاه يقدم برنامج، بس هو بيتهرب منها، ممكن تكلمه بليز؟ ايه يا صاحبتك مين؟ ايه يا بابا، ايه الشاذلي. ايه الشاذلي بتاعت المدرسه؟ ايوه. اخبارها ايه؟ سلميلي عليها قوي قوي قوي. بيسلم عليك. سلمي لي عليها قوي، قولي لي ان انا هاجي لك مخصوص، بس ونبي اونكل خليه دلوقتي يتكلم على طول حمزه البسيوني عشان خاطر. حاضر. بتسلم عليك يا بابا. هي هتعمل ايه؟ في ايه؟ حمزه البسيوني. حمزه البسيوني؟ انا كنت ممكن اتكلم معاه من اسبوع فات، لكن اتخانقنا خناقه رب السما هنا في النادي. ده شتمني وشتمته، ده انا كنت هقوم اضربه لولا اونكل منعم هو اللي حشني. اتخانقتوا ليه؟ ده راجل قليل الادب بيسرق في الطاولة. طب يا بابا دي طاولة، يعني الموضوع بسيط جدا. لا أنا بقولك الموضوع قلب بجد، شتمني وشتمته، أنا لا يمكن أكلمه تاني، ده راجل ابن 60. خلاص خلاص خلاص، ما تنرفزش نفسك، بلاش. تبي تفكرين. حاضر، أوكي باي. خلاص هيكلمه. هيكلمه إمتى؟ لما يتصالح. لما يتصالح. حبيبتي قدامي 5 أيام، لو الراجل ده ما تعاقدش مع القناة، أنا كمان مش هتعاقد. طيب بقول لك ايه، انت تعرفي عنوانه؟ طيب خلاص روحي له البيت. ما عايزاش اعمل كده، الراجل ده اصلا معروف عنه انه ممكن يهزق اي حد، بل مع ابوكي اصلا. ايه الهبل ده؟ مفيش راجل قليل ذوق للدرجه. الا حمزه البسيوني. مش هتخسري حاجه لو روحتي. لا ما عايزاش اعمل كده. خلاص انت حره. تعالي نفتح الباب، يلا فشار خلص. المرة الجاية بقى بتجيبي لي كورن فليكس. بس ما تنكريش ان البوب كورن تحفة. حلو. وده ايه ده كمان انت جايباه معاكي؟ ما انا لاحظت امبارح اني ما عندكيش شيشة، قلت اجيب شيشتي معايا. واحدة صاحبة مزاج اهي بتفهم بقى. انتوا كده قلبتوها لي غرزة رسمي. يا فضل الله، علشان تبقى غرزة خمرة وحشيش ونصفار ودخان. اسكتي، هتقول لك دلوقتي وطي صوتك لحسن بابا يسمع في الفيلا اللي جنبينا. طب كويس انك عارفة. سوري ام سوري. ولا يهمك. على فكرة انا كلمتها ديل ما بتردش، وجو قالت لي احتمال انها تيجي. ما قالت لي كده انا كمان. والله؟ وليه؟ مالي جايه مروقه قوي كده. ايوه انا مروقه ومش عايزه حد يقرفني خالص خالص خالص. حلاوتك وانت مروق.
مالك؟ مفيش كده ليه؟ عندها مشاكل في الشغل. بجد؟ روقي يا حبيبتي، مفيش مشكله في الشغل الا وليها حل. احكي لك نكته تضحك؟ قولي. كان في واحد نام متاخر، قام لقى الحلم ابتدى. يا لهوي، ايه الغلسه دي يا بنت؟ غلسه حتى في نكتك؟ ايه القلش اللي احنا فيه ده؟ ايه القلش اللي احنا فيه ده؟ لا بس بجد بقى قولي لي، انت جايه مروقه قوي كده ليه؟ كنت بتغدى مع احد الاصدقاء. احد الاصدقاء؟ عارفه احلى وقت في اي علاقه بيكون في بدايته اول شهر بس، بعد كده بتقلب هبل. بجد؟ ايه الهبل اللي انتوا فيه ده؟ لا طبعا ممكن علاقه كلها تبقى حلوه. لا هو في البدايه بتكون حلوه بعدين بتقلب غام. ليه يا بنت؟ من غير ليه، انا تعودت على كده. وبلعب فيكي؟ لا مش فيها قوي، هو في امي وابويا. مالهم بقى؟ انا ابويا وامي مش متعلمين، يعني اسلوبهم يختلف عن اسلوب الناس اللي اعرفهم. تصوري لما حبيت اهلي ما وافقوش عليا، عارفه ليه؟ ليه؟ علشان اهلي اقل منهم ثقافيا، لان الواد كان ابوه دبلوماسي كبير. وبالعالم يا بنتي، ما ياما ناس متعلمه وما تقلعيهمش من جزمتك. وبعدين انت ابوكي وامك دول ناس طيبين جدا، وابوكي بالذات قصه كفاح، ناس كتير جدا تتمنى تبقى نصه مش زيه. قولي لها يا ايه الراجل الحيوان بتاعك ده، شوفي قليل الذوق قد ايه، مع انه متعلم وابن ناس ودبلوماسي وشخصيه عامه. بس دايما بقول على الناس اللي بتحكم بالشكل ديت والمظاهر شخصيات مريضه. انا بقى كده شكلي موعوده بالناس المريضه. ليه؟ وصديقك ده كده هو كمان؟ ده اهله راقين اكتر من الاولاني. اصل اختك مرزوقه بالدبلوماسيه. لعلمك مش شرط، صوابعك مش زي بعضها. ايه ده؟ ايه الكآبه دي؟ مالكوا قلبتوها غم كده ليه؟ مالك يا بوبا؟ فاكره بوبا؟ ميس مين اللي كانت بتقول لك كده؟ ميس عطيات بتاعت الرقص. يا ريتنا ما كبرنا، كنا صغيرين احلى. والله عندك حق، يا ريتنا ما كبرنا. ايه الهبل اللي انتوا فيه ده؟ كل سن وليه حلاوته، انتوا بس اللي مكبرين الموضوع. طب واحده وانا عارفه ايه مشكلتها، والتانيه فصلت فجاه. طب اقول لكم حاجه؟ مره واحد عرف ان الجلد موضه نزل عريان. لا حلوة حلوة. وحشة؟ حلوة بايخة جدا والله. حلوة والله بايخة، أصل متخلف جدا عميد. أنا عجباني. تخيلوا نزل عريان. اتجننت يا عماد؟ لا ما هو انا اشتريت بدله. الله جميله. لا دي ماركه. مش مهم الماركه، المهم اللي هيلبسها. هو انت من امتى كنت بتفكر كده؟ يعني يا ماما دي بدله خطوبتي، لازم تبقى سبيشال يعني. تدوبها في عرق العافيه حبيبي. عرق العافيه؟ يا امي دي بدلة الخطوبة مش بدلة الشغل. بابا جان حجز لنا ترابيزة في جي دبليو ماريوت، احنا لينا 10 افراد. وجاي على نفسه كده ليه؟ يا ماما هم ليهم كمان 10 افراد. كلمي خالتي عزميها، خلاص؟ احنا الأول هنروح عندهم نصلي على الدبل وبعد كده ننزل على الفندق. نصلي على الدبل؟ هم مش هيعملوا عقد جبنيوت؟ لا مش هيعملوا، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة يعني؟ أنت أهبل؟ إيه اللي يثبت إنك جايب الشبكة غير الجبنيوت؟ يعني لو فكيت، ايه اللي يثبت انك انت جايب شبكه؟ يا ماما هو انا متجوز واحده من الشارع هتضرب على الشبكه؟ وبعدين انا مش ناوي اسيب جهان. افرض هي اللي سابتك، هتعمل ايه؟ ده انت جايب شبكه ب 60,000 جنيه. ربنا ما يجيب مشاكل يا ماما. وبعدين استحاله تاخد الشبكه اصلا. هم مش عايزين يلتزموا باي حاجه، مش فاهمه يعني. عادي يا ماما ما تقلقيش. ابنك اسد. يا واد انا عايزاك اسد بجد. مش علشان جان، علشان تعرف تعيش في الغابه اللي احنا عايشين فيها دي. شايفاني ارنب ولا ايه؟ فشل ده انت اسد، بس الاسد ساعات بيضعف. عيب عليكي، عيب عليكي، في جزر. ربنا يخليك.
ازيك يا بهنا؟ الاخبار؟ تمام يا باشا، العوزية اتحددها جلسة كمان 4 أيام، إن شاء الله المرة دي آخر جلسة. بهجت من فضلك، أنت المرة اللي فاتت قلت لي إن دي آخر جلسة. أنا عاوزك تبقى واضح ومحدد معايا في الكلام. يا باشا اطمن، استحالة تتأجل تاني إن شاء الله. مساء الخير يا استاذ حمزه. طبعا انا بعتذر من البدايه ان انا جيت لحضرتك من غير ميعاد، بس يعني كان نفسي ان انا اقابلك بكل الطرق الشرعيه والطبيعيه، نتكلم في التليفون، اخد من حضرتك ميعاد. انا عارف طبعا انت مشغول، بس من واضح ان حضرتك مش عايز تكلمني. حتى النهارده الصبح اديت لحضرتك رقم التليفون وما كلمتنيش. اصل انا قطعت الكارت ورميته في الزباله. تمام. كنت قولي يعني ان حضرتك مش فاضي، مش هتقدر تكلمني في التليفون. طب حضرتك اسمع، انا عايزاك في ايه؟ مش عايز اسمع. طب ليه مش عايز تسمع؟ انت ما بتفهميش ولا ايه؟ لاني مش عايز. طرشتي يا استاذ حمزه. باختصار انا جاي اعرض على حضرتك عرض مهم جدا. هتقدم فقره في برنامج مهم، وبعدين انا عارفه طبعا ان دي حاجه سهله على حضرتك ممكن تعملها، واي مبلغ اي مبلغ حضرتك هتطلبه هيجيلك هيوصلك. استاذ حمزه، استاذ حمزه، انت نمت؟ خلصتي؟ بس يعني في لسه حاجات كنت عايزه. خلاص قلت لك مش عايز، امشي. طب والله ما انا ماشي، وهكلمك بالذوق بالعافيه هكلمك. طب اقول لك على حاجه بقى، ادي قاعده ومش ماشيه. مالك؟ دي الهانم قرفانة؟ لا، احنا كده لازم نهدأ ونقعد ونشرب سيجارتين. مش قادرة اتكلم. ما تتكلميش؟ مين قالك اني عايزاكي تتكلمي؟ تلاقيكي نفسك في الستاف بتاع امبارح، مش عايزة تقولي. روقي. العيال سألوا عليكي على فكرة. هبة كلمتني وآية كمان. هم عاملين إيه؟ كويسين. عندهم مشاكل. مالكوا يا عيال؟ أنتوا بقيتوا عاملين كده ليه؟ ما كنتوش كده. فاكرة أول يوم جاتلك فيه البيريد؟ نعم، في كده، في كده. أمك قالتلك إيه؟ قالتلي ما تخافيش، أنت كده كبرتي. وأنا كنت دايماً بشوف الباد عندها جنب الميك اب، فالموضوع ارتبط بالنسبة لي، هكبر واستخدم الحاجات دي. تسألي ليه؟ اصل في بنت معالجة عندها عقدة من الدم، جات لها البيريد. تخيلي بقى. قولي لها ما تخافيش، قولي لها ان الموضوع ده بيحصل لما بتكبر، وطبيعي انه يحصل عشان لما تكبر تقدر تجيب بيبي. احنا
حلو الحجر اللي في ايدك ده. المفروض انه بيجيب الحظ، بس الظاهر انه مفعوله باظ. ايه الهبل ده يعني؟ الحظ جواك يا بنتي، بس كل حاجه في وقتها. زهقت من كل الكلام ده، مش قادره اسمعه اكتر من كده. انا بدور من اجيب بيه علشان نفسي ابقى ام، بس انا مبقتش طايقه، مش طايقه سيف ولا هو طايق، وعايزه اجيب منه بيه وكل حاجه عكس بعض. مشكلتك انك برج الجوزاء. روقي بقى يا هديل، انت لازم ترتبي حياتك الاول. علاقتك بجوزك مش مظبطه، لازم تظبطيها، وما ينفعش تتطلقوا عشان انت وسيف اللي بينكم كبير جدا. انا ما رضيتش اتدخل امبارح وانت بتتكلمي قدام البنات عشان ما كنتش عايزه اتكلم قدامهم، بس انت اللي في ايدك انك ترجعي جوزك وتظبطي علاقتكم. انت يا هديل مش حد تاني. ها وانا مش هقول لك ازاي عشان انت اكيد عارفه. مش قادره، وهو مش عايز يساعدني. خلاص يبقى مش ذنبه. الحاجات دي يا بنتي ما فيهاش كرامه. ابدأ انت عادي يعني، وبعدين سيجارتي اتطفت، هاتي نفس من عندك. دي كمان ما فيهاش كرامه على فكره، نفسين كمان. الله، يا صبح انا حمزه، اطلع خد الزباله. عالم زبالة، الصغير فاكر نفسه كبير، والتافه فاكر نفسه بيفهم، وعيلة ما تسواش فاكرة نفسها مرة. وانتي ما لقيتيش غير الراجل المجنون ده وتتكلمي معاه؟ ده مجنون كريزي. راجل مجنون مين يا ستة؟ مجنون انت؟ ها؟ يلا غوري. تاخدك كان يوم اسود، يوم ما جيت في العماره ادك 60 ميل عليك على الجبل. ان غدا لناظره قريب. انا ما قلتش حاجه. انا عارف، هي عارفه كويس قوي انا بتكلم عن مين، وحياه امك لا ترضيك انت وابنك. انت فاهمه؟ ما شاء الله على الالفاظ. وانا اقول البلد خربت من ايه؟ ما هي دي الدبلوماسيه المعفنه. هي حلوه اول مره تسمعي الكلام ده. عالم زباله. يا حمزه باشا، انا صبح البواب، عايز حاجه تاني؟ لا يا صبح متشكر، خد كيس الزباله وبالمره في زباله عندك على السلم، خدها في ايدك. ماشي، كتر خيرك. عم صبحي تعال. امريني يا ست هانا. اديك فلوس تجيب لي حاجه. عينيا بس كده. خد، روح جيب لي 2 بيره كنز. استغفر الله، ده منكر استهانم، انا ما بشتغلش في المنكر. طب جيب لي 2 وخلي البيع عشانك. بس كده؟ عينيا يا ست هانم. بقول لك ايه، حمزه بيه عين عندي 4 مشبرين 100 100، اجيب لك منهم 2 واجيب لك حته جبنه وشقه بطيخ تمزمزي بيها، ايه رايك؟ ماشي، بس روح بقى يلا ظبطني. اوامرك يا ست هانم. السلام عليكم. وعليكم. ضرب الباقي ابن اللذينة.
كلام سارة ممكن يكون صح، تكون مختلف يا طارق عن اللي فات. دودة ازيك يا روحي؟ امال سارة والعيال فين؟ سارة بتتكلم في التليفون والعيال روحوا. لا لا يا الوطة دي ما استنيش ليه؟ انتي مالك مالك فيكي حاجة؟ السجارة دي حلوة قوي، مسطولة جدا. انتي لازم تبطلي القرف ده شوية. ليه؟ عشان خطر على صحتك جدا. مين قال كده؟ على فكرة انتي بتكلمي دكتورة. حبيبتي مش بيحطوه ساعات في الأدوية اللي احنا بناخدها؟ مش في بلاد بتبيعه ليجلي؟ لا مفيش. لا في امستردام. خدي نفس. إذا كان كده مفيش مشكلة، أوكي كده يبقى الصحة فل. إيه ده؟ شفتي؟ مش قلت أنا قلت إيه؟ منجنيز؟ جوجو حشتي. إيه ده يا بت؟ أنت يا بت مش بتحشيش؟ هذه اللي أقنعتني. البت دي بتتلك. بقولك يا شوفي لي اي حاجه اشربها عشان انا يعني رجلي دابت من اللف. جبت البدله؟ اه بعد ما طلع عيني. ليه؟ البي كان مستغليها. ليه؟ هي بكام؟ ب4000. الله، طب ما عنده حق طبعا، ما انت مطلعه عين ومصاريف وشبكه وزباله على دماغك. الله، مش هو اللي عايز يتجوز؟ اما انك بنت زباله صحيح، ويعيني الغلبان طبعا مش قادر يتخانق معاكي، وانت اللي بتتخانقي معاه كالعاده. مش قوي كده، لسه دابين خناقه مع بعض. عشان البدله برضو؟ لا، بابا مش عايز يعمل جبانيوت وهو عايز. ايه الهبله دي؟ ايه يا هبله مالك؟ يعني ايه جبانيوت؟ جبانيوت يا روحي يعني نص اكليل. مالها دي؟ يعني ايه نص اكليل؟ نص اكليل يعني بنعمل عقد للخطوبه، يعني جبانيوت. جبانيوت يعني بنعمل عقد للخطوبة، يعني نص اكليل. ايوه، وابوكي ليه بقى مش عايز يعمل عقد؟ بابا مش عايز حاجة رسمي بيني وبين عماد. هو شايف ان احنا مش هنكمل مع بعض. موضوع ان احنا نعمل عقد للخطوبة ونرجع نفسخه تاني كارثة، مواضيع كتير قوي. طب ومين هيكتب الجبانيوت دلوقتي؟ ها؟ جبانيوت. سيبك منها دي مسطولة. يا حبيبتي لا، ايه اللي هيثبت ان هو جابش؟ الجبانيوت ده عندهم زي القايمه عندنا. برافو عليكي شاطره قوي. الحاجات دي بتمشي عندنا حبي كده. لو حصل وما كملناش مع بعض اكيد هرجع له شبكته، مش هاكلها عليه يعني. يو التفاصيل الكتيره دي في الجواز هي اللي بتبوظ كل حاجه، سواء عندنا او عندكم. حاجه مستفزه جدا. البنت دي ما بتحبش خطيبها وبتمثل عليه. انا مش عارفه اذا كنت بحب عماد ولا لا. نعم، كل واحد في حياته عنده نسبه تمثيل. انا ما باذيش عماد، وبعدين هو مبسوط بطريقتي كده معاه. يعني مصلحه. يا حلاوه. ممكن هو مبسوط معايا كده وبيعمل لي اللي انا عايزاه. يعني ساعات بفكر فيه، ساعات ببقى مبسوطه معاه، بس مش دايما، مش كل الوقت. نعم، بس دي اسباب مش كفايه علشان الجواز. انا افهم يا بتحبيه يا ما بتحبيهوش، هو ده اللي انا اعرفه. ساعات بيكون في حب وبرضه الجواز ما بيبقاش جواز. ساعات بيبقى في جواز بس ما بيبقاش في حب. يعني برضه زي ما انا قلت، هي مصلحة. وبدل في مصلحة يبقى ايه؟ 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 كل واحد يعمل اللي شايفه في مصلحته.
أنا مش عارفة إزاي حضرتك. لا لا لا، حضرتك إيه؟ أنا مش عارفة إزاي أنت بقيت دبلوماسي ولا حتى كده نزلت اتمشيت من قدام وزارة الخارجية في الشارع قدامهم كده. ده انت بترفض كده قبل ما تسمع؟ مش تسمع؟ اسمع اسمع اسمع، عايزة اقول لك ايه وبعدين ارفض. حيالله كانوا بيجيبوك في البرامج بليشي كده ببلاش من غير فلوس، تيجي تقعد ترغي وتتكلم وتتخانق وتتعصب وفي الاخر يقفلوا عليك الهوا ويمشوك. قبلك فرصة عمرك، برنامج تتكلم فيه زي ما انت عايز ومحدش هيقطع عليك، كنت هتاخد فلوس كمان رخيصة. مش رخيصة وبس، كمان فاشلة زي البرامج اللي بتقدموها بالظبط. انتوا شوية جهلة ومدعين، بتقدموا جهلكم لشوية جهلة زيكم للأسف. انت عارفة اني اوسخ وقت بقضيه لما اتعامل مع امثالكم؟ شوية جهلة بيقدموا اعلام لشوية جهلة زيهم. للأسف اللي بيتظلموا هم الناس المحترمة، وانا بطلع عشان اتكلم عن الناس دي. يا محترم تتكلم عشان الناس المحترمة؟ احب اقول لك بقى ان شويه الناس الجهله دول هم اللي عرفوك بكل اخطائك وسلبياتك وخلوك مشهور. ده انا ما كنتش اعرفك، انا ما اعرفش انت مين اصلا. ده انا قالوا لي واحد اسمه حمزه، ماشي كده الناس بتتكلم عليه، بيعمل مشاكل بس في البرامج ويشتم بيجيبوك عشان كده. ولا انت اصلا فاهم حاجه، اهي الناس ديت بقى كانت اي كلام بتقوله غلط كانت بتصدقك. عارف ليه؟ عشان ناس جهله زي ما انت بتقول. هم الجهله دول بقى هم السبب في ان خلوا عندك رصيد وسط الناس. انت عارفه ان انت قللت الادب وما تربيتيش؟ ما طبعا اي واحدة مش هلاتية بتبقى اخلاقها وسخة زيك، قاعدة على السلم نص الليل قدام شقة راجل غريب. روحي شوفي اي حد يفتح لك يمكن يريحك. امشي يا بت. انت راجل واطي، صدق ان انت راجل واطي ومنحط وقليل الادب، وانت لو اخر واحد هشتغل معاه مش هشتغل، ينعل ابوك راجل قذر. اتفضلي. من الواضح ان انت ما بتجيش غير بقله الادب اللي ما اتعلمتهاش في الخارجيه ولا في بيت امك وابوك. أنا عمري ما ضربت واحدة ست، بس واضح إنك غيرتيني كتير. برا. يا ابن الكلب يا واطي، يا ابن الكلب يا واطي بتضربني؟ اطفو عليك. برا. اطفو عليك، اطفو عليك راجل واطي. برا. اطفو عليك. يا واطي. اضربني أنا يا واطي، يا زبالة. أنا اتضرب من واحد زيك واطي؟ أنا غلطانة. غلطانة ان انا اروح لواحد زيك، انت مش محترم، حقير. في ناس كثيرة بتقدرني وبتقدر شغلي، انا هكلم الناس اللي بتقدرني وبتحترمني مش واحد زيك واطي. اه ناس بتقدرني احسن منك، عظيم مال عامل فيها فين وهو كمان راح فين. اه
هوريك. الو، انا جايه لك بكره. يا معلم، اوعى يكون الملحن اللي جاي ده مش جامد، علشان انا عايز اعمل حاجه كده بص تكسر الدنيا كلها. عيب عليك يا بيه، ده نجم الالحان. هو اسمه ايه يا معلم؟ مقام البياتي. مقام البياتي. عيب عليك يا بيه، ده انا استاذ. انا استاذ يعني؟ هو عيب يا عم الصايع، ده انا بايع، ده انا بتاع فيديو يا بيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله، ايه يا معلم؟ مش ده الاستاذ كلمات كلمات برضو؟ يا بيه، يا بيه بقول لك انا بايع. لما يكتب يبقى كلمات الشاعر، ولما يلحن يبقى مقام البياتي. انا بقدم لك المبدع الكبير مقام البياتي، وده المطرب الكبير المفخخ عربي حماده. جاهز؟ جاهز يا مبدع؟ جاهز. وانت بعت له الكلمات برضه يا معلم؟ بقول لك انا بايع، مسطر له كلمات من زمان، انا بتاع فيديو يا بيه. لحظة عشان الإحساس بس. يا حبيبتي سمعت الوعظ. ايه يكشي بس تعمل بيها؟ ايه يا امال؟ يا ماما مش كده يا امال، ده احنا لسه ما خرجناش من الكنيسه. إيه؟ استني شويه وبعدين اتخانقي. مالك في ايه؟ هو انا قلت حاجه عشان كل ده؟ لا يا حبيبتي ما قلتيش حاجه، انا اللي بتلكك. ماما عاوز قربان. روح هات للولد قربان. لا روح انت هاتي للولد قربان. لا على فكره بقى مش كل حاجه اقولها لك تقولي روح انت. خلاص يا امال هروح 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 يا ادم يا حبيبي. حاضر حاضر. صباح الخير. عايز قربان يا صاحبي. شكرا. دين ازيك؟ امجد ازيك عامل ايه؟ انا كويس. فينك؟ موجوده. بتعملي ايه هنا؟ دي مش كنيستك؟ انا هنا في فرح، فرح واحده صاحبتي. انت من حظي. اخبارك ايه؟ انا كويسه. ايه ده، انت اتجوزت صح؟ جوزت وخلفت. ايه ده بجد؟ جبت ايه؟ ادم. عنده كام سنه؟ 6 سنين دلوقتي. استني. اتفضلي. ميرسي قوي، ربنا يخليهولك. وانت ايه اخبارك؟ الحمد لله. جوزيف تعيش انت. ايه؟ امتى ده وازاي؟ من سنه ونص تقريبا. عامل حادثه عربيه جامده. البقاء لله دين، ربنا معاكي. ميرسي قوي يا أنجد. طب بعد كده يعني ايه اخبارك؟ انا الحمد لله تمام، يعني قاعده في البيت لوحدي، وبروح اقعد عند بابا وماما وبشتغل بس. طب بامانه مش عايزه اي حاجه بجد؟ لا يا أنجد ميرسي، مش عايزه حاجه. طيب انا هروح لاصحابي بقى. ماشي. طب انا اسف، نسيت اخد رقمك عشان ابقى هطمن عليكي. بعد اذنك طبعا. طبعا اتفضل. 012 40 525 11. اللي هيرن لك ده اكيد رقم. اوكي باي.
ايه ايه كل ده عشان تجيب قربان وتيجي؟ ايه يا امال ما كانش عند الراجل وكنت مستنيه يجيب تاني. ايه ده؟ ده مش سخن. هو انا فران؟ ايه يا امال او اللي موجود؟ بقول لك ايه، يلا بينا. يلا يلا. ايه الذوق السيء ده؟ وايه الفينش الزباله ده؟ الشغل ده لازم يتعاد. فيهم ايه؟ فيهم ان حضرتك استخدمتي الاحجار من غير ما توضبيهم قبل ما تشتغلي، وفي ان الفينش كله باين ووحش سيء سيء. بس انا شايفه ان شكلهم كويس ومفهومش حاجه. حضرتك تشوفي اللي انت عايزاه عندكم في بيتكم، انما هنا انا اللي اشوف، لان الشغل ده بيخرج من هنا تحت اسمي انا، يعني الفينش لازم يبقى بيرفكت، وده اللي بيفرق حد عن حد. دي وجهه نظرك. دينا لاخر مره ححذرك، لو سمحتي ما تخلطيش ان احنا اصحاب بانك هنا بتشتغلي عندي. اوكي براحتك. طبعا براحتي. تمام، وانا مش جايه هنا تاني. اللي انت عايزه تعمليه اعمليه، بس قبل ما تمشي من هنا تعيدي لي الشغل الزباله بتاعك ده. ليه كده؟ اهدي يا دينا، في ايه؟ حاضر. معلش اعذريها، دينا عندها مشكله كبيره في البيت. يا ستي وانا مالي ومال بيتها؟ دينا حامل. وايه المشكله في كده؟ متفقه مع جوزها ياجلوا الموضوع ده، ونسيت تاخد الدواء ودلوقتي حامل وعايزها تنزل البيبي، وطبعا هي متردده. يا ستي وانا مالي ومال الكلام ده كله؟ الله، ما تعمل اللي تعمله، انا ماشيه. هدي انا مش هخليها تمشي. اللي هي عايزاه تعمله تعمله، المهم انها قبل ما تمشي من هنا تعيد القرف اللي هي عملته، وبعد كده تعمل اللي هي عايزاه. قولي لها ما تنزلش البيبي، ربنا هيسألها على اللي هي بتعمله ده. أنا هسمعك الأعجوبة الملحبة الغنائية. شغل يالا. واد ده نايم ولا ايه؟ والحب في قلبي يمشي يا طنهم كنايس، قلبي ده اللي محشي يا طنهم كنايس، قلبي يمشي يا طنهم كنايس، الفرحة هم كنايس، الحب هم كنايس، الشوق هم كنايس، الفرحة هم كنايس، بس ما هم كنايس، الحب هم كنايس، كله 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 منها كنايس. ايوه يا هم كنايس. ايه رايك بقى يا كابتن مصر؟ الرقصه حلوه قوي. رايي في ايه بالظبط؟ الملحمه اللي سمعتيها. الملحمه؟ قولي يا بركات، انت عايز مني ايه؟ شوفي انا احب كده في الصح على طول، يعني من اولها كده جيبي من الاخر، عشان انا عايز كده يا برنسيسة. بص يا قمر، انا بعون الله بشقلط لي 20 10 15 اغنيه في الشهر، وكلهم لنجوم مصر. كلهم نجوم مصر؟ ده ازاي يعني؟ اللي بالنسبه لك دول مش نجوم مصر، في الهرم وكباريهات مصر كلها هم دول النجوم. انت عارفه عربي النجم عربي حماده ده اللي احنا سمعنا منه البلحابه اللي انت شفتيها دي؟ ده في شارع الهرم معروف اكتر من النجم الفنان صديقي عمرو دياب. صديقي عمرو دياب. قول يا بركات، ايه المطلوب مني بالظبط؟ هجيب لك من الاخر. انا عايزك تمسكي لي انتاج الاغاني من الاي تو اتش، يعني من الابره للصاروخ، وليكي في الاغنيه 4000 جنيه، يعني قولي 40000 جنيه لانها شلفات لي 10 اغاني من النوع ده. طب انت ايه اللي يجبرك على كده؟ ما انت ممكن تعمل كل حاجه بنفسك، عندك شركتك وكل الناس بتاعتك. انا قديم وخبره، لكن عايز اتطور،
عايز واحد محترف جنبي، عايز حد بروفيشنال معايا، عايز ابقى انترناشونال، لان ده في عيني اللي بيدفع بيساوي كتير. ثانيا انا عايز اعلى بالكوالتي في الاغاني اللي بعملها. ماشي انا موافقه، بس عندي شرط. اموري. اسمي ما ينزلش على ولا اغنيه من العشرة. براحتك قوي يا برنسيسة، بس انا كمان عندي شرط، ان انت هتبقي مسؤوله عن كل الشغل. اكيد طبعا. انت عايز تبتدي تصور امتى؟ امبارح يا برنسيسة. معلش يا بركات، انا عندي طلب واحد بس. ممكن تبطل تقولي يا برنسيسة وتقولي يا استاذه ايه؟ حاضر حاضر يا استاذه ايه. فيلتي اللي احنا قاعدين فيها دي فيها بيسين وقوض مفروشة وعندي ليفينج، عندي من مجاميعه في الفيلا هنا. عايز اشوط الاغاني ديت فيها. ازاي يعني؟ انت مش شطارتك بقى. طب انت عندك مخرج؟ عندي 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 مخرج طبعا، مخرج الروائع موحى. ما شاء الله، موحى بنتك؟ موحى ابن خالتي، ده مخرج الروائع. انت ما تعرفوش؟ اه والله ما تشرفتش. واد يا موحى انت اب. يا نهار اسود، هو ده موحى؟ ده انا فاكره عامل النظافه. موحى. صباح الفل يا ست الكل. موحى مخرج الروائع، صاحب كليب انا ليه يتيم. يا نهار اسود. حاضر، انا تحت امر حضرتك. ممكن تكلميني شويه؟ مامتها مدام نجوى الله يرحمها ووالدها كان عازف مشهور قوي ويوناني، بيقولوا ده كان العازف بتاع الملك. هي دي اللي عند حضرتك في الصوره، وده بقى البيانو بتاع هنا. واكتر مكان بترتاح فيه. هي فين اوضتها؟ اتفضلي. بقالي اسبوع كده ملاحظ ان هي مش مظبطه ومتغيره، بترجع من المدرسه تقعد في اوضتها ما بتكلمش حد ما بتاكلش، وفهمت ان التغير ده كله عشان جالها بيريد وهي معقده من رؤيه الدم. هنا كانت مع مامتها لما عملت حادثه وشافتها لما ماتت في المستشفى، ساعتها وهي ما بتقدرش تشوف دم خالص. صباح الخير. أنا في طريقي للمكتب. ليه تعرفي إيه؟ أهلاً يا حبيبتي. إزيك؟ أنت ليه قاعدة على البيانو بتاعي؟ أنا آسفة، تعالي اقعدي. ايه ده؟ مش احنا اتفقنا ان انا اعلمك حاجه وانتي تعلميني حاجه؟ ايوه بس انا مش عايزه. هنا يا حبيبتي، لو عايزه تبقي شاطره وكويسه في الموسيقى زي مامتك وجدك لازم تتعلمي تقري نوته. بس ماما ماتت خلاص. ايوه هنا هي ماتت، بس بتحس بيكي وبتشوفك وبتتبسط لما تشوفك كويسه. تعالي. بصي بقى يا ستي،
تعزفي اللي انا عزفته؟ برضه تبقي احسن. ممكن بقى نبتدي بسرعه عشان ما نضيعش وقت. طيب ممكن اروح اغير وارجع لك تاني؟ ممكن. وممكن بقى تعزميني على شاي اخضر؟ اكيد. وبعد كده تعالي اشرح لي قصه الفيلم. اصل الفيلم ده ليها قصه مهمه جدا. الفيلم ده اتجننت، شيل بتاعي دي من وش، امشي براحتك، مش هخلي لك اللي في ايدك دي. هو احنا هنفضل قاعدين كده كتير؟ مش هنعمل كاستنج النهارده ولا حاجه؟ يلا البنات تتفضل. اسمك ايه يا اروى؟ هو انا اول مره اتعامل معاك ولا ايه؟ اخلاصي. اسمك ايه؟ استنى بس، انت بتقولها اسمك ايه يا اروى؟ يعني انت عارف اسمها؟ بتسالها ليه يا نجمه؟ انا اعرفه لكن انت ما تعرفهوش، زياده التاكيد. الله، ايه يا عم جعفر، انت بتتكلم مع الاستاذه؟ انت فاكرها بنت اختك الصغيره ولا ايه؟ اعدل كلامك يا ابني مع الاستاذه. صباح الفل يا اروى، الحمد لله على السلامه. انت يا بت حلاوتي كده اللي انت مستحميه يا بت ولا ايه؟ من اخر مره خرجتي وانت كنت في الانعاش، امك عامله ايه وابوك؟ يخرب بيت ام اللي جابوك، انا هشغلك المزيكا وعايزك تشقلبي وتعملي حركات كده عشان نعمل البتاع ده حلو بقى. ولا ايه؟ رأيك في اللي حصل ده يا ست الكل، حلو ولا ايه؟ عسل عسل. اضربي لك بقى واحد، خليكي جدع. شكلها ترسى على كده على فكره يا موحى. مفاجأة. انت ليه ما روحتش الشغل؟ يا حبيبي شغل ايه دلوقتي يا ولا وقته؟ No, thank you. مش قادرة. احنا لسه الظهر على فكرة. واحنا بيفرق معانا الصبح ولا ظهر ولا بالليل؟ واحنا بنعتق. سيف معلش. النهاردة كان يوم وحش قوي. يا حبيبتي لو مفيش مزاج نجيب المزاج، سيبك بقى من أم الشغل ده. بليز. طب ممكن نخليها بالليل؟ احنا بقينا بالليل خلاص. لا على طول كده، مش فاهمني، مش معقول يا سيف. يا حبيبي ده أنا عامل لك أحلى مود. بقول لك مش طايقة نفسي، مش كده. في ايه يا هديل؟ في ايه مالك؟ مولع لك شمع ومشغل لك مزيكا ولابس لك سيجاره؟ ايه؟
اعملك ايه تاني؟ انا زهقت. وانت اللي فاكرني مكنه كل ما هتعوزها هتدوس على الزرار تطلع لك زي فرع العلوم. لا بجد، ده ايه التخلف ده؟ ثانك يو على ذوقك. بص يا ديل، انا مش جاي اتخانق يا حبيبتي، ساعديني علشان اساعدك، انا حاسس ان احنا بنبعد عن بعض. اساعدك ازاي بقى؟ اعمل ايه عشان اخليك تبطل تتفرج على افلام بور؟ انا عمري ما خنتك. وانت مفهوم الخيانه بالنسبه لك ايه؟ انك تجيب واحده تانية وتنام معاها غيري؟ اه هو ده مفهوم الخيانه، وانا عمري ما عملت كده. مفهوم الخيانه بالنسبه لي غير كده. يا ترى وانا في حضنك بتشوفني انا ولا بتشوف البنات اللي بتتفرج عليهم؟ ومين السبب في ده؟ مش انت اللي عملتي الفطور ده في علاقتنا؟ انا صح. اه صح، انت اللي مش عايزه تغيري ولا تغيري طريقتك ولا تحاولي تفكري ازاي تعمليه بشكل مختلف كده. اللي عيني ترقصي لي ولا حتى محسساني ان انت نفسك تبقي معايا في اي حته ولا اي مكان. انت اللي عايز واحده من الشارع دي شغلتها، وانا مش كده، وانت عارف كده كويس. انت متخلفه والله العظيم، متخلفه وغبيه كمان. مال انك تبسطي جوزك ومال الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ على فكره الموضوع مش في النوم، الموضوع كله في الاحساس والمشاعر اللي قبل الموضوع ده. ما بلاش انت تتكلم في الموضوع ده، لانك عمرك ما فكرت تحطني في مود حلو، ولا عمرك فكرت انا مبسوطه ولا لا. انما انت مكنه ما بتفكرش غير في ده وبس، وعايز توصل ليه باي طريقه. انما انا عايزه، انا محتاجه، مش مهم. يا اخي انا سلمت لك نفسي قبل الجواز، عايزني اعمل ايه تاني؟ ومالي اللي انا بقوله باللي انت بتقوليه ده؟ انا ضحيت وانا اتجوزتك، ما بعتكيش، ما تخليتش عندك ولا بعتك. هو انت كنت ممكن كمان تتخلى عني؟ هديل، هديل حبيبتي، انا بعمل كل ده علشان ننبسط مع بعض. انت مش كنت عايزه تخلفي؟ مش نفسك تخلفي؟ بالنسبه لموضوع الانبساط فده عندك انت لما تبقى تغير طريقه تفكيرك. اما بالنسبه للعيال، ما اعتقدش ان ربنا ممكن يدينا اولاد طول ما انت غرقان في النجاسه بتاعتك. تصدقي يا هديل، انا استاهل ضرب الجزمه انا واقف بتكلم معاكي. انت ما تستاهليش حتى ان انا اقف اتكلم معاكي. انا حمار اني حبيت ارضيكي. اوعي. بجد وشك مشرق قوي النهارده، فعلا زي القمر. مشرق. اوكي ميرسي. انا لازم اروح المكتب، اوكي؟ لو سمحتي. ميرسي ميرسي. حساب ايه؟ انت صدقتي بجد؟ عملت نفسي مصدقه. لا ده انا كده كل يوم هتلكك واسيب حاجتي واكلمك. مش هرد عليك. ده انت بخيله بقى. انا بخيله ومش عايزه اعزمك تاني. طب عشان خاطر اقعدي شويه كمان. بجد اتاخرت على المكتب. بقول لك ايه صحيح؟ انا كنت عايز اعمل سيتس لورود في الفرع في الشركه عندي، يعني عايز اخد توكيل منك كامل. لا ما ينفعش، لان كل اللي بنتجه بصدره لبره، واصلا انا انتاجي قليل. طب والحل ايه؟ الحل الموضوع ده محتاج تفكير. خلاص بقى يبقى نقعد ونفكر دلوقتي. صباح الخير هبه. ايه ده، ايه المفاجاه دي؟ بابا وماما يا هبه. اتفضلي يا ماما، اتفضلي. اهلا يا هبه. اهلا يا ماما. ازيك يا هبه؟ الحمد لله. ازيك انت يا هبه؟ انتوا جيتوا هنا ازاي؟ ابدا، انا ومامتك حبينا نشرب القهوه قلنا نغير المكان. بس سوري يا طارق اتاخرنا عليك، اصل اتخانقت مع اختي ناني في النادي. ليه يا ماما؟ ستي مش كويسه يا طارق، الفاظها مش حلوه، وبتقعد تعمل بايديها كده وتشوح بايديها وبتتكلم حركات كده وصوتها عالي. عارفه يا هبه، لما تلاقي نفسك قاعده مش عارفه تردي على الانواع دي خالص، فاتخانقت معاها وقلت اناني ما تجيبيش اختك تاني معاكي. شفتي يا هبه شخصيتها قويه ازاي؟ حكمت على صاحبتها ما تجيبش اختها معاها النادي، حاجه تجنن. طيب انا مضطره استاذن، عندي شغل كتير. بس احنا نفسنا نقعد معاكي يا هبه. خلاص يا انكل تتعوض. المره دي ما تتحسبش يا هبه، انا عايزه اقعد معاكي واعرفك اكتر. ان شاء الله يا دكتور. اجي اوصلك. لا انا عارفه الطريق، عن اذنكم. اتفضلي يا هبه. انت ليه يا ماما تفهميها ان احنا مرتبين كل حاجه وانكم جايين؟ انا بستغرب، يعني احنا جايين نقول نغير المكان ونقعد في حته تانيه، تيجي تعتذري انك تاخرت على ميعاد طارق؟ خلاص ما خدتش بالي. اكيد زعلت. تزعل ليه؟ دي حاجه كويسه ان اهلك يشوفوها، معنى كده ان انت جد ومش بتلعب. وبعدين عايزين نتعرف على باباها ومامتها.
ايه رايك يا بابا؟ فكرتني بايام زمان طالع لابوك. ايوه طارق. ايه بقى انت ما بترديش ليه؟ انا اتصلت بيكي 10 مرات، انا قلقت. طارق احنا ما فيش بينا اي حاجه تخليك تجيب انكل وطنط يشوفوني. بابا وماما جم بالصدفه. طارق احنا كبار بدرجه كافيه تخليك تفهم اني بفهم، وبعدين انا ما بحبش الكذب. انا اسف. ما تعتذرش من فضلك، لان اللي حصل حصل. ايه بقى انا عايز اعرفك اكتر. ما انا عارفه ده، بس انا ما باجيش في الاسلوب ده، وقلت لك 100 مره خلينا اصحاب وكل حاجه تيجي في وقتها. بس الظاهر ما فهمتش كلامي. اوعدك اني هفهم، بس انت كمان لازم تحاولي تفهمي ان انا متغير. انا مش فاهم انا ازاي كده. انا ما عنديش استعداد افهم اي حاجه غير اوعدك. حاضر. انت رحتي المكتب؟ لا. امال انت فين؟ في مشوار. طيب اعدي عليكي بالليل. لا لان عندي مواعيد. طيب هتصل بيكي تاني. نتكلم بعدين عشان مش سامعك كويس. ازيك يا بابا؟ الحمد لله. ازيك انتي؟ الحمد لله. اللي رجع البدر يا بت. ما قلت 100 مره بطلت تقولي كلمه بت دي. بطلت تناديني بالطريقه دي. بت و60 بت كمان يا بتوات. لما هبه خلاص سيبيها. بطمن عليها. ادي اخر دلعك ليها. سيبيها وما تكلمهاش دلوقتي. ها يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تتكلميش معاي يا استاذه هبه. اعجبك كده؟ انا اسفه يا ماما، ما تزعليش مني. انا تتكلمي معايا كده يا هبه؟ ده انت الغاليه. مالك يا بنتي؟ مفيش. في حد مزعلك؟ في حاجه في الشغل؟ طمنيني يا بنتي، طمنيني. مفيش يا امي، سيبيني في حضنك بس. خليكي في حضني يا حبيبتي براحتك. انا عارفه ان انا جاهله، بس بحس وانت بتحطي مفتاح البيت وانت داخله اذا كنت زعلانه ولا مبسوطه. وعارفه كمان ان انا لو قلت كده لامي زي انت ما قلتيلي كانت نزلت على دماغي بالبلغه بتاعت ابويا، عملت لي تربانه في مخي. بس عشان انا ام اللي بيقولوها دي في السياسه ديمقراطيه. ايه الديمقراطيه دي؟ ديمقراطيه. ايوه الديمقراطيه. بس تعرفي يا هبه، هقول لك على سر. انا كلمت ابوكي واقنعته انه يدخلك المدارس بتاعت الكنايس الراهبات ويدخلك الجامعه بتاعت امريكا. ماشي. وقلت له يا معلم يعني لازم كده. ايه معلم؟ هو انت كنت بتقولي له يا معلم؟ ها ها يعني انا كنت بحب ادلعه شويه. الله 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 يا ام هبه، هو انت ليكي في المسائل دي؟ لا لا لا، تعالي تعالي احكي لي. ما كنتش اعرف ان ليكي في المواضيع دي. تعالي احكي لي بس، كنت بتدلعي على راجل ابويا ازاي؟ ده انت طلعتي صهانة كبيرة. شوف البت وهبلها. اي نعم انا جاهلة بس مش حمارة. يا ستي انا الجاهلة والحمارة، المهم كنت بتدلعي على راجل ابويا ازاي؟ يعني اقنعته انه يدخلك المدارس الاجنبية الحلوة والجامعة الحلوة، وسمع كلام.
أنا آسفة يا أمي. ممكن نرجع لموضوع الدلع والمعلم؟ ها؟ أنت مالك أنت ومال الحاجات دي؟ عشان خاطري. ها؟ عشان خاطري. بحبك أوي ماما. بصي بقى يا أستاذة، دلوقتي بقى تشوفي النجم عربي حمادة بالستايل الجديد بالنيولوك الجديد هتنبهري. السلام عليكم كابتن مصر. صباح الفل. قول كمان نجم الكون، نجم الكرة الأرضية، نجم الكرة الشمالية والغربية. ايه عربي اللي انت عامله في نفسك ده يا عربي؟ قول كمان. أعرفك بقى بالهرم بتاعنا، عربي حمادة. انت عارفة التلات هرمات بتوع الجيزة؟ ده ابن عمتهم الصغير. ازيك يا قمر؟ ها؟ هو ده بقى عربي حماده؟ نيو لوك؟ نجم النجوم الكره الارضيه والشماليه، واطلع فوق وانزل تحت، وجيزه وشبرمنت واهرامات الدنيا كلها. هرم. بقولك يا عربي، نظام ورقه الشوكولاته اللي انت لابسها دي ما تلزمنيش، ولا ايه يا بوح؟ صح يا استاذه. ماشي. ركز معايا، عشان بقى جايبه لك ستايلست، جايبه لك كام بدله كده وكام طقم لازم تلبسهم. لا 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 يا باشمهندسه، الكلام ده ما ياكلش معايا، مش العربي حماده اللي حد يلبسه. يا نجم يا نجم، دي قصدها البدل والقمصان والحاجات دي يعني. استنى انت بس كده يا جعفر، اقعد لنا على جنب. بص يا استاذه، انا جايب معايا شويه شيرزات، انما ايه لوكس اللكاسه، هنلبس بقى عليهم كده شويه شواكت، تمام؟ حدوته قبل النوم. التيشيرز ده والشاكت بتوعك دول انساهم خالص، والكلام ده ما ينفعنيش، ولا ايه يا موحه؟ طب شوفيهم الاول وبعد كده نبقى نتكلم. يا استاذه يا استاذه، استني بس نشوف وجهه نظر النجم، ولا ايه يا موحه؟ ولا ايه يا استاذه؟ اسمع كلام انا بقى واشتري مني. عربي المره دي هيجي لك انسان تاني، هيجي لك تحفه فنيه رائعه. هو ايه كل حاجة عندكم، ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ ما ينفعش يا جماعة، انا ما ينفعنيش النظام ده ابدا، ولا ايه يا موحة؟ ام سوري يا استاذة، استحمليني. لا ما تقولي يا دكتورة، ولا اقولك يا باش مهندسة، ولا ايه يا موحة؟ اللهم صل على النبي. ايه ده يا عربي ده؟ بسم الله ما شاء الله، مش قلتلك تحفة فنية رائعة؟ قول كمان النجم. تحفة يا نجم. اظن بقى كده يا استاذة ما عندكيش اي حاجة، انا كده عملت اللي علي. لقد طلع سمك يا في البق. بقولك ايه يا عربي؟ ثانية واحدة يا عربي، عشان انا اعصابي باظت منكم. هو ده اللي انت بتشرب؟ هو ده. امسك، سيبك من الاتنين دول مش هينفعوك، اسمع كلامي. نجرب بقى اللبس اللي انا جايباه والبدل الحلوة الشيك، وشوف هيطلع عامل ازاي. انا صدقني عايزاك تطلع احسن من الاول. اسمع كلامي بقى، ولا ايه يا موحة؟ Think don't any but you have don't my life.